أنا أشاهد هاي صورة 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 شيء زي ده راح يصير جيد بشيء هاي جيد بشيء ما هو كمان يقول خلي يسمعك شوف C'est bon. مش فاهم. بعد خلينا تزرزونا. تتعطش بس هكتر هيك هي يمشوا عليهم. ومسكرين الافلاش. تطلع لك قدر بروفيش. هاي عليها. هاي مسؤول.
مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. كل ما يتابع الموقع الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم لايف ستريمينغ مباراه هام اليوم في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت الدور الربع النهائي. مباراه كبيره، مباراه قمه بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي. تبعتوا معنا دخول الزوز فرق للملعب، تبعتوا حافله النادي الرياضي البنزرتي كذلك ملاعبيه النادي الافريقي ودخول الزوز مدربين، كذلك تبعتوا دخول طاقم تحكيم المباراة. قبل ما نبدأ مشاهدينا الكرام التعليق على المباراة قبل انطلاق المباراة، نحب نقدم تعازينا الحارة باسمي وباسم كافة أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم من مكتب جامعي وإدارات فنية وإدارية، بتقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد العزيز زميلنا محجوب الهمامي اللي انتقل صباح اليوم إلى الرفيق الأعلى، ربي يرحمه ويصبر عائلته الكل. زميلنا محجوب الهمامي الله يرحمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال بعد شوية تنطلق المباراة هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، كما تشاهدوا بجمهور موجود لهنا من جانب النادي الرياضي البنزرتي، أكثر من 1500 متفرج من جانب النادي الرياضي البنزرتي، كذلك هنالك بعض الجماهير الحاضرة من جانب النادي الأفريقي، ما يقارب 15 شخص أو أكثر شوية بالنسبة لجماهير النادي الافريقي. نعطيش تشكيلة النادي الافريقي. فاروق بن مصفى في حراسة المرمى 31، مختار بالخيثر 3، سليمان كشوك 2، بلال العيفة 27، فخر الدين الجزيري 26، غازي العيادي 5، احمد خليل 13، وسام بن يحيى 35، ابراهيم الشنيحي 30، صابر خليفة و9، زيمبابوي ماتيو روزيكي. على البنك بالنسبة للاختيارات الفنية للمدرب شهاب بليل، نلقاو عاطف الدخيلي حارس مرمى الثاني 4، حمزة العقربي 11، المنوب الحداد 7، أسامة الدراجي 23، عصام الدخيلالي و28، سيف إدقاق. كما تشاهدوا دخول الزوز فرق على أرضية ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي البنزرتي، حمدي القصراوي في حراسة المرمى 7، محمد الحبيب يكن 23، مروان تش 5، مهدي رصايصي 20، سيف الله حسني 6، حمزة جلاسي 18، بلال السعيد هاني 10، علاء الدين الدريدي 17، ماهر الصغير 13، سليم الجندوبي و9، جاسم الحمدوني. بنك البدلاء بالنسبة للاختيارات الفنية للمدرب ماهر الكنزاري، صابر خلفاوي حارس مرمى الثاني 3، مهدي بن سيب 14، الياس الذكواني 12، مرتضى بن وناس 28، حمزة المزعدي 8، عبد الخالق يكن و4، صديق الماجري. طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم أمير العيادي، المساعد الأول محمد بزيد، المساعد الثاني غازي شلولي، حكم الرابع توفيق بن حاج علي، والمراقب رضا بوغلية. مصافحة بين ملاعبية النادي الافريقي وملاعبية النادي الرياضي البنزرتي. نتمنى ونشاهدوا الكرة اليوم في ملعب 15 اكتوبر. الرهان هو صحيح رهان كبير اليوم، المرور الى الدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم، لكن نتمنى تكون مباراة ممتازة في قيمة فنية، في قيمة عراقة الزوز نوادي سواء النادي البنزرتي أو النادي الإفريقي. أمامكم كما تشاهدوا جمهور النادي البنزرتي كذلك موجود بأعداد نجم نقولوا غفيرة إلى حد الآن، في انتظار كذلك دخول بعد قليل جماهير من نادي رياض البنزرتي، وهو الشأن بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي. ما زالت تتزايد الأعداد نتاعها هنا في مدرجات الملعب 15 اكتوبر ببنزرت. صورة يحملها ملاعبية النادي الرياضي البنزرتي
هي للمرحوم إدريس الجربي اللاعب السابق لنادي رياضي البنزرتي شهيرة إدريس الأشهب، لاعب سابق في النادي الرياضي البنزرتي وكذلك كان مسير في النادي الرياضي البنزرتي قبل انطلاقة المباراة. ستكون دقيقة صمت ترحما على المرحوم إدريس الجربي، كما قلنا اللاعب السابق في النادي الرياضي البنزرتي كما شاهدتوا كذلك كانت صورة كبيرة للمرحوم الله يرحمه إدريس الجربي اللاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي. البداية بروح رياضية كبيرة بين ملاعبي عيناق بين ملاعبي النادي الرياضي البنزرتي، شاهدوا كذلك حفاوة بين يكن وكذلك صابر خليفة هداف النادي الإفريقي. على كل حال مصافحة بين صابر خليفة والسيف الله حسني، صابر خليفة قائد النادي الإفريقي وسيف الله حسني قائد النادي الرياضي البنزرتي مع الحكم أمير العيادي عينيق بين صابر خليفة والسيف الله حسني. سنوات كبيرة في الكرة في تونس لصابر خليفة وكذلك سيف الله حسني. مباراة هامة جدا نتابعها على الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم في انتظار انطلاق المباراة بصفرة الحكم أمير العيادي هنا في ملعب 15 أكتوبر بمنزرة النادي الرياضي البنزرتي يستضيف النادي الإفريقي. رهان كبير المرور للدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس. نعاود نذكر ب 22 ملاعب موجودين على أرضية الميدان بالنسبة للنادي الإفريقي. فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، 31 مختار بن خيثر، 3 سليمان كشوك، 2 بلال العيفة، 27 فخر الدين الجزيري، 26 غازي العيادي، 5 أحمد خليل، 13 وسام بن يحيى، 35 إبراهيم الشناحي، 30 صابر خليفة، و9 ماتيو روزيكي الزيمبابوي. بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، قصراوي حمدي في حراسة المرمى، 7 محمد الحبيبي كن، 23 مروان تاج، 5 مهدي رصايصي، 20 سيف الله حسني، 18 بلال سعيداني، 10 علاء الدين الدريدي، 17 ماهر بصغير، 13 سليم الجندوبي، و9 جاسم الحمدوني في انتظار انطلاقة المباراة. كما قلت دقيقة صمت قبل انطلاقة المباراة ترحما على المرحوم إدريس الجربي الملقب بإدريس الأشهب اللاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي. عودة مشاهدينا الكرام للمباراة هنا في ملعب 15 اكتوبر بمنزرت، ننتظر انطلاقة المباراة بصفرة الحكم أمير العيادي. مباراة هامة جدا هنا في ملعب 15 اكتوبر بمنزرت بين النادي البنزرتي والنادي الافريقي. الرهان هو كبير برشا المرور للدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس. نسمعوا لأزعاج جماهير النادي الرياضي البنزرتي في اللحظة هذه انطلاق المباراة، مباراة النادي البنزرتي والنادي الافريقي. هذه كرة للنادي الرياضي البنزرتي، جاسم الحمدوني والراية موجودة، الراية موجودة من المساعدة الثاني غازي شلولي. التدخل كان من جاسم الحمدوني على سليمان كشك والحكم أمير العيادي يعطي الأسبقية بمخالفة لخط دفاع النادي الإفريقي. تتنفذ الكرة بين الجزيري لسليمان كشوك في العمق، تمشي الكرة لصابر خليف، صابر يرفع الكرة ترجع الترويض، تدخل سيف الله حسني وماذا يقول الحكم؟ فما مخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. كانت كرة والعرضية كانت ممتازة من ابراهيم الشنيحي في اتجاه صابر خليفة، والمخالفة للنادي الرياضي البنزرتي.
الدقيقة الأولى في المباراة دائما صفر مقابل صفر هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت بين النادي البنزرتي والنادي الأفريقي. كرة في وسط الميدان مقطوعة من جانب النادي البنزرتي، كرة بالرأس يخطفها وماذا يقول الحكم أمير العيادي؟ المخالفة لصالح خاسي العيادي في وسط الميدان لصالح خط وسط الميدان بالنسبة للنادي الأفريقي. حط وسام بن يحيى الكرة ينفذ بسرعة إلى غازي العيادي، يطلب الكرة أحمد خليل يعطيها لسليمان كشوك، سليمان يرجع الكرة لفخر الدين الجزيري. سليمان كشوك اللاعب السابق لنادي رياضي البنزرتي وهو الشأن كذلك لفخر الدين الجزيري. برشا عناصر كانت سبقت وقمصة أزياء النادي رياضي البنزرتي موجودة الآن في تشكيلة النادي الأفريقي وهو الشأن لسنوات كبيرة مع النادي الأفريقي لفاروق بن مصطفى كان حارس النادي الرياضي البنزرتي. نحكيه على سليمان كشوك الميركاتو مع أسامة الدراجي اللي كان في وقت سابق اللاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي والمعروف في فريق الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة من فخر الدين الجزيري مقطوع من صيف اللحوصلي، ترجع من وسط الميدان من وسام بن يحيى، مقطوع الكرة من ماهر بسغاير يعكس الهجمة للنادي الرياضي البنزرتي، بسغاير ومقطوع الكرة، مقطوع الكرة من دفاع النادي الافريقي من فخر الدين الجزيري ويربح رمية التماس احمد خليل لصالح النادي الافريقي في توقيت بالضبط الدقيقة الثانية من هذا الشوط الاول. دائما صفر مقابل صفر هنا في ملعب 15 اكتوبر بنزرت بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي. كرة ترجع لبلال العيف، بلال يطلب في الكرة على اليسار موجود مختار بالخيث يرجع لوسام بن يحيى، وسام الى احمد خليل، خليل يرجع لوسام بن يحيى الى بلال العيفة، بلال يتقدم بالكرة يحط الكرة على الساق اليمين ووزع في العمق لابراهيم شناح، شناح العرضية طويلة من ابراهيم الشناحي، خرج الميدان تخرج ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي البنزرتي. هو سليمان كشوك يصعد على الجهة اليسار، سليمان كشوك يوزع الكرة خارج الميدان تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي البنزرتي. حمدي القصراوي في تنفيذ ضربة المرمى، ينفذ الكرة طويلة في وسط الميدان أحمد خليل يصعد بالرأس، أحمد خليل مرة ثانية إلى صابر خليفة وتخرج الكرة، الرمي التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي. محمد الحبيب يكن في التنفيذ، حبيب يكن ينفذ رمية التماس الطويلة إلى ماهر بس غير مقطوعة من بلال العيفة في اتجاه إبراهيم الشناحي، ترجع من الدفاع ترجع لصابر خليفة مقطوعة من حبيب يكن، محمد الحبيب يكن وماذا يقول الحكم؟ فما المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. نفذ الكرة بسرعة من محمد الحبيب يكن، ترجع الكرة لجاسم الحمدون، جاسم الحمدوني في اتجاه سليمان الجندوبي، ترجع الكرة من دفاع النادي الافريقي من فخر الدين الجزيري يضغط الجندوبي وما ثماش مخالفة يقول الحكم امير العيادي، ترجع لغازي العياد، تمشي الكرة لاحمد خليل، ورمي التمس، لصالح النادي الافريقي. الاعتراض كان موجود من بلال السعيداني، خرج كرة خارج الميدان، رمي التماس لصالح النادي الافريقي. خمسة دقائق لعب هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت في هذا الشوط الاول، دائما صفر مقابل صفر. ثم لمس يد وثم يعطي الاسبقية الحكم، يرجع الكرة احمد خليل في اتجاه، تمشي الكرة المختار بالخيث على اليمين، مختار بالخيث يوزع الكرة وفي دين الحارس، حمدي القصراوي، كانت ذكية الكرة من مختار بالخيثر على اليمين يوزع الكرة في العمق الموجود إبراهيم الشنيحي، لكن أسبق منه في العملية الأخيرة حمدي القصراوي حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي. الرمي التماس لصالح النادي البنزرتي على الجهة اليسرى، التنفيذ من مروان تاش، اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي، مروان تاش اللي تألق مع الملعب التونسي كذلك عمل مواسم ممتازة مع النجم الرياضي الساحلي. الآن بأزياء النادي الرياضي البنزرتي، ترجع الكرة مقطوعة في اتجاه إبراهيم الشناحي، ماذا يقول الحكم؟ ترجع برمي التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي. كان على الكرة الزيمبابوي روزي كي،
عنده 5 مقابلات مع المنتخب الزيمبابوي، سجل هدف وحيد الى حد الان. ترجع الكره من مروان تاج، رمي التماس، مروان تاج يوزع الكره مقطوعه من بلال العيفة، تماس للنادي الرياضي البنزرتي من جديد في توقيت بالضبط 7 دقائق لعب في هذا الشوط الاول، دائما 0-0 بين البنزرتي والنادي الافريقي وسام بن يحيى. مقطوع الكره من حمزه جلاس، جلاس يقطع الكره، غازي العيادي يصلح، حمزه جلاس، جلاس بلال السعيداني، السعيداني مقطوعه من احمد خليل مره اولى لوسام بن يحيى، بن يحيى تمشي الكره لسليمان كشوك، يطلب في الكره صابر خليف، الى صابر خليف، صابر خليف يسبق كورته اكثر مما يلزم صابر خليف، وماذا يقول الحكم؟ الاعتراض موجود ولا مخالفه لصالح النادي الافريقي في هذا التوقيت بالضبط؟ اعتراض كان موجود من مهدي رصايصي، وماذا يقول الحكم؟ الرمي التماس ما يعطيش مخالفه، الرمي التماس لصالح النادي الافريقي. سليمان كشوك على اليسار في تنفيذ رمية التماس، كرة لاحمد خليل، الترويض بالزر لاحمد خليل ورمي التماس. يقول الحكم امير العيادي براية من المساعد الثاني غازي شلولي، رمي التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي. طالت فترة جس النبض بين الزوز فرق الى حد الان، 8 دقائق لعب، دائما 0-0 هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. كوره لماهر بن صغير، ماهر بن صغير مقطوع الكوره من غازي العياد، غازي العياد يضرب سليمان كشوك بالراس الى احمد خليل، احمد خليل ويخرج عليه محمد الحبيب، يكن يخرج الكوره للتماس. رمي التماس لصالح النادي الافريقي، مقطوع الكره من بلال السعيداني مره اولى، ثم مقطوع الكره من وسط الميدان من بلال العيفه في اتجاه روزيكيت، طويله الكره عليه، طويله الكره عليه، تمشي خارج الميدان. رمي التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي. ماتيو روزيكيت من مواليد 28 جوان 1990 ابرز محطاته يونيفرسيتي بروتوريا وكذلك كايزر تشيفز الجنوب افريقي، كما قلت عنده 5 مقابلات مع المنتخب الزيمبابوي، سجل لحد الان هدف وحيد مع المنتخب الزيمبابوي. ترجع الكره من دفاع النادي الافريقي، وماذا يقول الحكم امير العيادي؟ المخالفه لفخر الدين الجزيري، حط الكره فخر الدين الجزيري في تنفيذ المخالفه، لمسه واحده الكره تمشي بينه وبين غازي العيادي، ترجع لبلال العيفه، بلال في العمق يبحث عن روزيكي، مقطوعه الكره من مروان تاج، يصلح وسام بن يحيى، ترجع لابراهيم شناح، شناحي مع وسام، وسام بن يحيى، وماذا يقول الحكم؟ المخالفه، المخالفه لصالح وسام بن يحيى، يقول رفع ساق من ماهر بصغير. الحكم امير العيادي يقول رفع ساق من ماهر بصغير امام وسام بن يحيى، يربح المخالفه وسام بن يحيى، مخالفه مجنبه شويه على يسار الحارس حمدي القسراوي، كره بين كل من ابراهيم الجنيحي ووسام بن يحيى مع الصعود بلال العيفه وكذلك احمد خليل وفخر الدين الجزيري. ابراهيم الشنيحي في التنفيذ، خلي الكره لوسام بن يحيى، يوزع الكره وسام، مقطوعه بالراس من دفاع النادي الرياضي البنزرتي، يخليها ابراهيم الشنيحي لوسام بن يحيى، العرضيه موجوده وتدخل من دفاع النادي الرياضي البنزرتي. يقول الحكم امير العيادي المخالفه لصالح خط دفاع النادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط كما تشاهدوا على الصوره، 10 دقائق لعب في هذا الشوط الاول، دائما 0-0. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم تتابعوا في الموقع الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم. يرفع الكره حامد القسراوي، مقطوعه من غازي العيادي، تمشي الكره روزيكي، ترجع من حمزه جلاس، جلاس جلاس تمشي الكره لجاسم حمدون، جاسم الى محمد الحبيب، يكن واحده اثنين، تمشي الكره الماهر بصغير، بصغير عند الكره بين زوز ملاعبيه، ترجع الكره من دفاع النادي الافريقي، يقطع بلال السعيداني من وسط الميدان، بلال 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 يسدد، بلال الكره في دين الحارس فاروق بن مصفى، يساريه من بعيد من بلال السعيداني، كادت تبغت الحارس فاروق بن مصفى، موجود في مكانه متمركز كما يلزم فاروق بن مصفى حارس مرمى
النادي الافريقي ترجع الكره من فخر الدين الجزيري، فخر الدين الى سليمان كشوك، فخر الدين الجزيري ترجع له الكره، فخر الدين الجزيري يطلب الكره، وسام بن يحيى موجود على اليمين يعطيها لبلال العيف، بلال العيف الى مختار بالخيط، الكره طويله في اتجاه حمدي القصراوي، كان تلب الكره على اليمين مختار بالخيط الجزائري، طويلة كرة بلال العيفة في اتجاه حمدي القصراوي حارس مرمى نادي رياضي البنزرتي. 12 دقيقة لعب دائما صفر مقابل صفر، ننتظروا الأهداف في هذه المباراة في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. كرة لماهر بس غير يربح مخالفة، يربح المخالفة سليمة الجندوبي من الشبان الصاعدة بالنسبة للنادي رياضي البنزرتي. سليمة الجندوبي على أدينا دريدي رقم 10 من الاصناف الشابه موجود الان في التشكيله الرسميه للنادي الرياضي البنزرتي. 12 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول دائما صفر مقابل صفر. كوره لمروان تاج، تاج التمهيد ممتاز الى ماهر بصغير، ماهر العرضيه مقطوعه من بلال العيفه، كوره ذكيه من مروان تاج في اتجاه ماهر بصغير، يدخل منطقه الجزاء كما كنتوا تشاهدوا، العرضية موجودة والاعتراض موجود من بلال العيفة. صفر مقابل صفر، كورة لمروان تاج، تاج التمهيد ممتاز إلى ماهر بصغير. العرضية والاعتراض كان من بلال العيفة. خطيرة الهجمة بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، أخطر هجمة لحد الآن في هذه المباراة للنادي الرياضي البنزرتي. الركنية الأولى للنادي الرياضي البنزرتي في هذا التوقيت بالضبط، 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما صفر مقابل صفر. تاج مروان في التنفيذ، مروان تاج يوزع الكرة مقطوعة من أحمد خليل مرة أولى ثم مرة ثانية، كرة طويلة من متوسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي على الدين دريدي بالراس لكن دون عنوان، مشات لفاروق بن مصطفى. ترجع الكرة من فخر الدين الجزيري في اتجاه روزيكي، طويلة عليه الكرة تمشي رمي التماس محمد الحبيبي يكن إلى بلال سعيداني، سعيداني بلال الحبيبي يكن من جديد، تمشي الكرة إلى جاسم حمدوني، وماذا يقول الحكم؟ المخالفة، المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. يرتفع نسق المباراة في هذه اللحظات، يرتفع نسق المباراة في التوقيت بالضبط، 14 دقيقة في هذا الشوط الأول، دائما صفر مقابل صفر. كرة بنزرتية، محمد الحبيب يكن ويربح رمية التماس، جاسم حمدوني في التنفيذ، مقطوع الكرة من دفاع الإفريقي ثم يصلح جاسم حمدوني، ترجع له الكرة جاسم حمدوني من جديد، التمهيد ومقطوع الكرة قبل ما تخرج للتماس، جاسم حمدوني العرضية تمشي الكرة الماهر بصغير، ماهر يمهد لبلال السعيداني كيما جات بعيدة كل البعد على حارس مرمى النادي الافريقي. صفر كورة لمروان تاج، تاج التمهيد ممتاز إلى ماهر بصغير، ماهر العرضية مقطوعة من بلال العيفة، كورة ذكية من مروان تاج في اتجاه ماهر بصغير، يدخل منطقة الجزاء كما كنتوا تشاهدوا، العرضية موجودة والاعتراض موجود من بلال العيفة. وماذا يقول الحكم؟ المخالفة في وسط الميدان لصالح النادي الرياضي البنزرت، كرة من ماهر بصغير، وماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفة، ترجع من سليمان كشوك وسام بن يحيى، مختار بالخيث طويلة على ابراهيم الشناحي تمشي رمية التماس، كرة من ابراهيم، كرة من مختار بالخيث المواطن ابراهيم الشناحي طويلة عليه، كرة لسليمان الجندوبي، سليمان الجندوبي تمشي الكرة لجاسم حمدون، حمدون يمر حمدون تمشي لبلال السعيداني، سعيداني إلى محمد الحبيبي كان خطير داخل منطقة الجزاء، يمهد الكرة لحمزة جلاس، جلاسي يرجع الكرة على اليمين، وين موجود جاسم حمدون، جاسم قدامه سليمان كشوك، جاسم حمدون يوسع الكرة مقطوعة من الدفاع، مقطوعة من دفاع النادي الافريقي. خطيرة الهجمة الأخيرة بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، كرات قصيرة بين ملاعبي النادي الرياضي البنزرتي، والمخالفة، المخالفة لمحمد الحبيب ياكن، الوحدة اثنين، عملية ممتازة بين جاسم الحمدوني ومحمد الحبيب ياكن، الاعتراض موجود والحكم يعطي مخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي.
في هذا التوقيت بالضبط 16 تلعب دائما 0 مقابل 0 بين النادي البنزرتي والنادي الافريقي. المخالفة مجنبة شوية على يسار الحارس فاروق بن مصفى. التنفيذ من مروان تاج، مروان تاج على الكرة في التنفيذ، مروان تاج في تنفيذ المخالفة. يسعد سيف الله حسني وكذلك مهدي رسايسي لاعب السابق لنادي حملنف. مروان تاج، مروان تاج مقطوع الكرة من صابر خليفة، ترجع الركنية الثانية للنادي الرياضي البنزرتي. مازال ملقى لأرضية الميدان، إن شاء الله يقوم سلامات، يقوم لاباس لاعب النادي الإفريقي صابر خليفة. كان خرج الكرة براسه للركنية، الركنية للنادي الرياضي البنزرتي. مروان تاج قاوس الكرة بالراس من جديد من صابر خليفة إلى إبراهيم اللاشنيحي، كيما جات إلى ماتيو روزيكي، روزيكي على الكرة. وماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفة، تمشي للحارس حمدي القصراوي، تمشي الكرة لحمدي القصراوي في توقيت بالضبط 17 تلعب دائما 0 مقابل 0 بين السي ا بي والنادي الافريقي. النادي الرياضي البنزرتي اللي تأهل للدور هذا بعد ما فاز على فريق اتحاد تطاوين هدف مقابل 0، هدف سجله جاسم الحمدوني. في المقابل النادي الافريقي كان تأهل للدور هذا بعد ما فاز على هلال مساكن 3 اهداف مقابل هدف خارج القواعد. هدف وجدي عتيق ضد مرماه، هدف من ابراهيم اللاشنيحي، وهدف من منصور بن عثمان. ترجع الكره من دفاع النادي الافريقي، الكره في وسط الميدان من علاء الدين التريدي، تمشي الكره لجاسم الحمدون، تمشي لماهر بصغير، ماهر بصغير يوسع الكره في العمق وياخذ الكره بين يدي فاروق بن مصفى. بسرعه يرجع الكره لروزوكي ومقطوعه بالراس من مروان تاش قبل زيمبابوي. ماتيو روزيكي رقم 9 رأس الحربة في الرسم التكتيكي لشهاب الليلي في هذه المباراة. إبراهيم اللاشنيحي يلعب على اليمين، صابر خليفة على اليسار، ورأس الحربة موجود ماتيو روزيكي في هذه المباراة بالنسبة للاختيارات الفنية للمدرب شهاب الليلي. ترجع الكرة من سيف الله حسني لمروان تاج، يوزع مقطوعة بالراس من فخر الدين الجزيري، ترجع لوسام بن يحيى، بن يحيى، بن يحيى. وماذا يقول الحكم؟ المخالفة لصالح النادي الافريقي. يرفع الراية المساعد الاول محمد مزيد، يقول مخالفة، يقول ثم دفع من ماهر الصغير على وسام بن يحيى مختار بالخيثر، يوزع الكرة الى صابر خليف، مقطوعة من محمد الحبيبي، كان الاعتراض موجود من وسط الميدان من احمد خليل، خليل يوزع في العمق الى ابراهيم الشنيحي، مقطوعة من سيف الله حسني مرة أولى، ثم ياخذها صابر خليف، صابر خليف، صابر خليف كيما جاي يسدد الكرة، تضرب في علاء الدين الدريدي تخرج رمية التماس، كيما جات من صابر خليفة يسدد وتخرج رمية التماس، ضربت في علاء الدين الدريدي. ترجع الكرة من غازي العياتي إلى فخر الدين الجزيري، فخر الدين الجزيري إلى وسام بن يحيى، إلى إبراهيم الشناحي، إبراهيم الشناحي مقطوع الكرة مرة أولى، ثم ترجع لصالح النادي الإفريقي لفخر الدين الجزيري. قاعد يدور في الكرة كما يلزم ملاعبية النادي الإفريقي، لكن اللمسة الأخيرة غير موجودة في اتجاه صابر خليفة أو روزيكي. هذه كرة ثانية إلى روزيكي، تبع فيه سيف الله حسني يخليها تخرج خارج الميدان، ضربة مرمى. ملاصقة بين سيف الله حسني مع ماتيو روزيكي الزيمبابوي مهاجم النادي الافريقي. ضربة مرمى في هذا التوقيت بالضبط 20 دقيقة في هذا الشوط الأول. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم تتابعوا في الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، مباراة الدور الربع النهائي هنا في ملعب 15 أكتوبر بمنزرت. مباراة هامة جدا للزوز فرق من اجل المرور الى الدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس. ترجع الكرة من وسط الميدان من غازي العياد، العياد، العياد يرجع الكرة لسليمان كشوك، سليمان الضغط من حمزة جلاس، ترجع لأحمد خليل يرجعها لفخر الدين الجزيري، فخر الدين إلى بلال العيفة يطلب في الكرة وسام بن يحيى يعطيها لأحمد خليل في وسط الميدان، أحمد خليل الضغط موجود من سليمان الجندوبي وماهر بصغير على الكرة. زوز شوبين في التشكيلة الأساسية اليوم الاختيارات الفنية لماهر الكنزاري. كرة لأحمد خليل مقطوعة من دريد مرة أولى، وماذا يقول الحكم؟ المخالفة، المخالفة لحمزة الجلاسي. مازال ملقى
على أرضية الميدان. إن شاء الله يقوم سلامات المتوسط ميدان النادي البنزرتي حمزة الجلاسي ملقى على أرضية الميدان والمخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط 21 تلعب دائما 0-0. ننتظر الأهداف في هذه المباراة، ننتظر هز الشباك من هنا ومن هناك بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي أو للنادي الأفريقي. النادي الرياضي البنزرتي اللي كان خرج من دائرة الرهان للمرور لمجموعة التتويج البلاي أوف، كان حلم بالنسبة لجماهير النادي الرياضي البنزرتي، بقالوا كان اللعب من أجل التتويج بالأميرة هذا الموسم بالنسبة للجماهير البنزرتية. في المقابل أن الأفريقي موجود في مرحلة التتويج، كان تأهل في المركز الثاني. نتبعوا المخالفة هذه، تمشي الكرة داخل منطقة الجزاء، مقطوعة من دفاع النادي الأفريقي، مقطوعة من إبراهيم الشناحي، يرجع يعاون الدفاع لمسة واحدة إلى ماتيو روزوكي، يرجع لي وسام بن يحيى، وسام إلى صابر خليف، صابر خليف وترجع له وسام بن يحيى، تمشي لأحمد خليل، أحمد خليل الضغط من سليم الجندوبي على فخر الدين الجزيري، يقطع الكرة تمشي لسليم الجندوبي، جندوبي مقطوع الكرة من وسام بن يحيى، وسام كما جات يرفع الكرة إلى ماتيو روزوكي ومقطوعة من سيف الله حسني إلى مهدي رصاصي، مقطوعة الكرة من سيف الله حسني إلى مهدي رصاصي ويدخل ماتيو روزوكي. ماذا يقول الحكم؟ رمي التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي. دائما 0-0 هنا في بنزرت في هذا الشوط الاول في توقيت بالضبط 23 لعب، دائما 0-0. قلت النادي الافريقي اللي تاهل في المركز الثاني في المجموعه الثانيه برصيد 27 نقطه بعد 14 مباراه، فاز في 8 مقابلات، تعادل في 3 ونهزم في 3 مقابلات، سجل 21 هدف وقبل 10 اهداف. كرة ترجع لبلال العيفة، بلال تمشي الكرة لغازي العياد، يرجعها لفخر الدين الجزيري لليسار إلى سليمان كشوك، سليمان ما يمرش سليمان كشوك ويربح رمية التماس، الاعتراض كان من جاسم الحمدوني، ينفذ بسرعة رمية التماس سليمان كشوك والمخالفة لصالح النادي الأفريقي، المخالفة لصالح النادي الأفريقي لصالح أحمد خليل، والإنذار موجود في وجه حمزة جلاسي متوسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي. يربح الكرة النادي الافريقي الان في توقيت بالضبط 24 لعب، يربح المخالفة في نصف منطقة النادي الرياضي البنزرتي على الكرة، وسام بن يحيى وكذلك ابراهيم الشناحي، وسام بن يحيى في التنفيذ اللمسة واحدة مع ابراهيم الشناحي، وماذا يقول الحكم؟ إعادة تنفيذ المخالفة. الحكم امير العيادي يقول اعادة تنفيذ المخالفة بالنسبة للنادي الافريقي في توقيت بالضبط 25 تقلاع في هذا الشوط الاول، دائما 0-0. كرة بين وسام بن يحيى، وسام يختار التوزيع في العمق، مقطوعة من حمزة جلاسي، ترجع الكرة لمحمد الحبيب، يكن استميت على الكرة محمد الحبيب، يكن في وسط الميدان محمد الحبيب يكن، وماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفة، يقصها صابر خليفة إلى إبراهيم الشناحي، مقطوعة الكرة ويربح المخالفة إبراهيم الشناحي، يربح المخالفة إبراهيم الشناحي، قريب جدا من كل العمليات حكم المباراة أمير العيادي. المخالفة لصالح النادي الإفريقي، يحط الكرة فخر الدين الجزيري في تنفيذ المخالفة، يخليها لأحمد خليل لغازي العيادي، ينفذ المخالفة مع سليمان كشوك، سليمان يوزع إلى روزيكي إلى إبراهيم الشناحي، إبراهيم التمهيد إلى صابر خليفة، صابر خليفة العرضية، كرة في دين الحارس حمدي القسراوي، العرضية من صابر خليفة في دين الحارس حمدي القسراوي، كان تضعيف الكرة من صابر خليفة، ترجع الكرة والهجمة للنادي الرياضي البنزرتي، ما يحصلش الترويض سليم الجندوبي، تمشي لدفاع النادي الافريقي، ترجع الكرة من فخر الدين الجزيري إلى سليمان كشوك، دون عنوان من سليمان كشوك إلى دفاع النادي الرياضي البنزرتي، كرة لمهدي رصاصي،
مهدي رصايسي حط الكرة على ساقه اليمين، يوزع الكرة في العمق إلى سليمة الجندوبي، مقطوعة مرة أولى ثم ترجع لحمزة الجلاسي إلى بلال سعيداني، سعيداني تمشي لجاسم حمدون، جاسم الحمدون، جاسم الحمدون يبعد لأحمد خليل تجاوزه، جاسم الحمدون، جاسم الحمدون، مقطوعة الكرة من النادي الإفريقي إلى غازي العيادي مرة أولى مرة ثانية ثم ترجع لجاسم الحمدون، جاسم الحمدوني ماذا يفعل جاسم الحمدوني؟ جاسم الحمدوني يستنى في محمد الحبيب يكن، لمسة لمحمد الحبيب يكن، محمد الحبيب يكن ملاعبي عنده مهارات فنية للأمانة، عمل مقابلات مع النادي الرياضي البنزرتي ممتازة في المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى على اليمين. محمد الحبيب يكن ملاعبي موهوب، ظهير أيمن ممتاز في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي. ترجع الكرة من بلال السعيداني إلى جاسم الحمدون، جاسم الحمدون يبعد على سليمان كشوك، يعرفوا بالبيه كان لعب معاه، ترجع الكرة لماهر بصغير، ماهر بصغير يتبع فيه فخر الدين الجزيري، ماهر بصغير عنده الكرة الآن، ماهر بصغير وماذا يقول الحكام المساعد الثاني؟ يرفع الراية يقول ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي في توقيت بالضبط 28 قلاب دائما صفر مقابل صفر بين النادي الافريقي اللي ينزل ضيف على مدينة بنزرت على النادي الرياضي البنزرتي. كرة تمشي لوسام بن يحيى، وسام بن يحيى لأحمد خليل، أحمد خليل يطلب الكرة، مختار بالخيثر على اليمين، مختار بالخيثر ياخذها الكرة مع مروان تاج، مختار بالخيثر ماذا يفعل؟ كرة طويلة على مختار بالخيثر وترجع كما جات من سيف الله حسني، ويخرجها بلال العيفة، يخرجها للتماس، كان ممكن يستنى بلال العيفة تخرج الكرة ويربح رمية التماس، يربح مروان تاج رمية التماس الآن على الجهة اليسرى، مروان تاج يطلب في الكرة ماهر بصغير، ترجع من وسام بن يحيى بالرأس من حمزة جلاسي مرة أولى ثم ترجع من مختار بالخيثر، مروان تاج من جديد وماذا يقول الحكم؟ رمية التماس من جديد لصالح النادي الرياضي البنزرتي. مستوى لحد الآن دون المتوسط بين النادي البنزرتي والنادي الأفريقي. مروان تاج ينفذ رمية التماس إلى علاء الدين الدريد، الدريدي وماذا يقول الحكام؟ المخالفة لمختار بالخيثر الجزائري، يربح الكرة مختار بالخيثر ويربح المخالفة في توقيت بالضبط 29 قلاب دائما صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الأفريقي. أبرز فرصة كانت للنادي الرياضي البنزرتي كانت كرة وتمهيد كان ممتاز من مروان تاج لماهر بصغير داخل منطقة الجزاء، لولا تصدي للدفاع كانت ممكن تقلق فاروق بن مصطفى الكرة الأخيرة. ترجع الكرة من غازي العياد، غازي العياد ما ثماش مخالفة يقول أمير العياد، تمشي الكرة لمروان تاج، مروان 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 يصعد على الجهة اليسرى، مروان تاج، مروان تاج اللمسة والاعتراض من مختار بالخيثر ورمي التماس، الرمي التماس لصالح النادي الافريقي. مختار بالخيثر ينفذ رمية التماس كما جات على الدين الدريدي، يضرب الراس يخرجها خارج الميدان، رمي التماس في نفس الجهه على الجهه اليمنى والموجود مختار بالخيثر في توقيت بالضبط 30 قلاب دائما صفر مقابل صفر، ينفذ رمية التماس يخرجها حمزه جلاسي من جديد، مختار بالخيثر دائما في نفس المكان في تنفيذ الرمي التماس بالنسبة للنادي الافريقي. مختار بالخيثر ينفذ رمية التماس، يضرب بالراس على الدين الدريدي الى مروان تاج، ازدواجية من مروان تاج، ترجع لمختار بالخيثر كما جاءت لصابر خليف، صابر صابر يرفع الكرة لسليمان كشوك، يصعد على الجهة اليسرى سليمان كشوك، سليمان خطأ تمريرة لسليمان كشوك وترجع لصالح النادي الرياضي البنزرتي، يسعد مختار بالخيثر على ماهر بصغير يربح الكرة لابراهيم اللشنيحي، ابراهيم مع وسام بن يحيى يدور الكرة لاحمد خليل، صابر خليفة احمد خليل يبحث عن مختار بالخيثر على اليمين ياخذها مختار، مختار بالخيثر الترويض بالزر، مختار العرضية، العرضية لابراهيم الشنيحي، ازدواجية ضعيفة، ازدواجية ضعيفة من ماتيو روزيكي الزيمبابوي، العرضية كانت ممتازة من الجزائر مختار بالخيثر من الجهة اليمنى، يروض الكرة ماتيو روزوكي ويعمل ازدواجية ضعيفة في دين الحارس حمدي القصراوي، ترجع الكرة لصابر خليفة،
صابر لمسة واحدة والموجود سليمان كشوك تمشي لغازي العياد، غازي العياد صابر خليفة إلى فخر الدين الجزير، فخر الدين الجزير لمسة إلى وسام بن يحيى، يسعد علاء الدين الدريدي ويضغط على حامل الكرة بلال العيفة، بلال مع وسام بن يحيى، بلال إلى وسام بن يحيى، وسام إلى فخر الدين الجزيري، فخر الدين إلى صابر خليفة، صابر خليفة وزع الكرة في اتجاه إبراهيم الشليحي مقطوعة من سيف الله حسني، سيف الله إلى محمد الحبيب يكن، كيما جات الكرة يخليها محمد الحبيب يكن. أمامكم على الصورة تخرج رمي تماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط 32 تقلاب دائما 0-0 للأمانة، ما عدا الفرصة وحيدة كانت للنادي الرياضي البنزرتي، لم نشاهد شيء إلى حد الآن في هذه المباراة. ترجع الكرة لصالح النادي الرياضي البنزرتي، سيف الله حسني يسعد بالكرة من الدفاع، سيف الله لمسة واحدة لحمزة الجلاسي إلى بلال السعيداني، السعيداني يبعد على مختار بالخيثر، بلال السعيداني عنده الكرة، بلال السعيداني لحمزة الجلاسي، حمزة جلاسي لمسة واحدة وين موجود محمد الحبيب يكن إلى بلال السعيداني على اليمين، سعيداني ماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفة، تمشي الكرة ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي، ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي في توقيت 33 تقلاب دائما 0-0 هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. والرهان مهم، الرهان هو المرور للدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم. ترجع الكرة تمشي لماتيو روزيكي يخرجها ويربح النادي الرياضي البنزرتي. الرمي تلة تماس، محمد الحبيب يكن في تنفيذ رمي تلة تماس على الجهة اليمنى، كل مدرب موجود في مكانه، ماهر كنزاري وكذلك شهاب الليلي حيرة إلى حد الآن، كل مدرب ينتظر هز الشباك. الرمي التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي، محمد الحبيب يكن ينفذ رمي تلة تماس في اتجاه ماهر بن صغير، مقطوع الكرة من بلال العيفة، يرفع الكرة بلال، تمشي الكرة وترجع الكرة بنزرتية من بلال السعيداني إلى مروان تاج، مروان تاج يستميت على الكرة، مروان تاج لمسة واحدة تمشي لماهر بصغير، ماهر بصغير اللاعب السابق للنادي حمام الأنف، يرجع الكرة لسيف الله حسني، سيف الله حسني يضغط ماتيو روزيكي، سيف الله حسني كيما جات إلى بلال السعيداني، بلال السعيداني، بلال السعيداني لمسة واحدة لليمين إلى محمد الحبيب يكن إلى جاسم الحمدون، جاسم الحمدوني كرة دور كما يلزم للأمانة بين ملاعبيه النادي الرياضي البنزرتي، مهارات فنية لجاسم الحمدوني وكذلك بلال السعيداني وحمزة جلاسي في وسط الميدان. ترجع الكرة ماهر بصغير جاسم الحمدون، وماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفة، ترجع للنادي الإفريقي، كرة من ماتيو روزوكي لإبراهيم الشليحي، ترجع الكرة للنادي الرياضي البنزرتي، وسام بن يحيى يرفع الكرة إلى ماتيو، ماتيو روزوكي مع سيف الله حسني، ترجع لإبراهيم الشليحي، شليح شليحي عنده الكرة، يطلب الكرة ماتيو شناحي عنده الكرة مع سيف الله حسني، سيف الله حسني ويرجع لي ابراهيم الشناحي، ابراهيم الشناحي، ابراهيم الشناحي، اوه ممتاز المراوغة ابراهيم الشناحي، وماذا يقول الحكم؟ ما ثماش لمس يد. ترجع الكرة من حمزة الجلاسي، كرة بنزرتية، تمشي الكرة لسليم الجندوبي، المرتدة لسليم الجندوبي، سليم الجندوبي، وماذا يقول الحكم؟ المخالف، ثماش مخالفة يقول الحكم أمير العيادي، كان تدخل على الكرة بالنسبة لفخر الدين الجزيري، فخر الدين الجزيري يقول الحكم أمير العيادي في توقيت بالضبط 35 تقلاب دائما 0-0 بين النادي البنزرتي والنادي الإفريقي. كرة من وسام بن يحيى في اتجاه إبراهيم الشناحي، مقطوعة من مروان تاج، ترجع للنادي الإفريقي من جديد، أحمد خليل يتسرب على الرواق الأيسر، أحمد خليل، أحمد خليل، وماذا يقول الحكم؟ ضربة مرمى أمير العيادي، يقول مخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط 36 تقلاب دائما 0-0 بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي.
المخالفة بن زرتية. محمد الحبيبي كان في التنفيذ ينفذ طويلة الكرة في اتجاه ماهر بصغير إلى سليمة الجندوبي، مقطوعة للنادي الإفريقي، مقطوعة الكرة والكرة في وسط الميدان، يصلح أحمد خليل مرة أولى مرة ثانية، غازل عياد رجع الكرة لوسام بن يحيى، تمشي لبلال العيف، بلال العيفة لفخر الدين الجزيري، فخر الدين الجزيري، مقطوع الكرة من محمد الحبيبي كان متمركز كما يلزم النادي الرياضي البنزرتي في الدفاع أمام كل من صابر خليفة وماتيو روزوكي وكذلك إبراهيم الشنيحي. كل الكرات مقطوعة سواء من وسط الميدان من حمزة جلاسي أو بلال السعيداني أو علاء الدين الدريتي، ثلاثي ممتاز في وسط الميدان بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، عمل كبير بالنسبة لهذا الثالوث في وسط الميدان أمام النادي الإفريقي اللي قاعد يحاول باش يقرب لحارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي. دائما في توقيت 37 تلعب دائما صفر مقابل صفر، حكم صارم في قراراته بين محمد الحبيب يكن وكذلك فخر الدين الجزيري نبه على هذا الثنائي. دائما صفر مقابل صفر والمخالفة لصالح النادي الافريقي، يحط الكرة فخر الدين الجزيري امامكم على الصورة، فخر الدين الجزيري في التنفيذ باليسار ينفذ طويل الكرة الى صابر خليف، صابر خليف الكرة مقطوعة من الدفاع من مهدي رصايصي، كرة مقطوعة من الدفاع، كانت كرة ذكية من فخر الدين الجزيري في اتجاه صابر خليفة، ترجع الكرة من بلال العيفة بالراس، بلال يضرب الكرة في اتجاه وسام بن يحيى، وماذا يقول الحكم؟ مخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي، المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي لصالح حمزة جلاسي، نفذ بسرعة حمزة جلاسي إلى محمد الحبيبي يكن، محمد الحبيبي يكن مع جاسم الحمدوني يلعب الكرة، جاسم الحمدوني لمسة واحدة إلى حمزة جلاس، حمزة يوزع الكرة في العمق في اتجاه ماهر بصغير، أسبق منه مختار بالخيثر، يضرب الكرة بالراس إلى حارس مرمى فاروق بن مصطفى، يرجع لإبراهيم الشنيحي فاروق إلى وسام بن يحيى، ترجع الكرة لبلال عيفة، بلال إلى فخر الدين الجزيري، تمشي لسليمان كشوك، سليمان كشوك يرجع لفخر الدين الجزيري من جديد، يرجع لبلال العيفة، يطلب في الكرة إبراهيم الشنيحي، يرجعها لفخر الدين الجزيري في توقيت بالضبط 39 تقلاب دائما صفر مقابل صفر، يسعد بالكرة بلال العيفة، يوزع لماتيو روزوكي أسبق منه على الكرة، ترجع الكرة للنادي الإفريقي من وسام بن يحيى إلى صابر خليف، إبراهيم الشنيحي ترجع لوسام بن يحيى، يستميت على الكرة وسام إلى أحمد خليل قبل مهدي رسايسي، أحمد خليل ياخذ الكرة لسليمان كشوك الوان تو مع أحمد خليل ممتاز، وماذا يقول الحكم؟ المخالفة، المخالفة لصالح النادي الإفريقي، ممتاز الكرة كانت بين سليمان كشوك وأحمد خليل، والاعتراض كان موجود والإنذار موجود، الإنذار موجود من الحكم أمير العيادي، والمخالفة لصالح النادي الإفريقي ما زال ملقى على أرض الميدان، إن شاء الله يقوم سلامات لعب النادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط 40 دقيقة دائما صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. مباراة الرهان كبير فيها هو المرور للدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس، يقوم لاباس لاعب النادي الرياضي البنزرتي، بلال السعيداني مع انذار بعد الاعتراض الاخير لمتوسط ميدان النادي الافريقي احمد خليل، المخالفة خطيرة لصالح النادي الافريقي، على يمين الحارس حمدي القاسراوي، على الكرة ابراهيم الشنيحي في التنفيذ، يسعد فخر الدين الجزيري وكذلك بلال العيفة، ابراهيم الشنيحي في تنفيذ المخالفة، ابراهيم الشنيحي كما تشاهدوا على الصور، ابراهيم الشنيحي في التنفيذ والحكم ينبه داخل منطقة الجزاء امير العياد، ابراهيم الشنيحي هل تأتي بالجديد؟ هذه المخالفة، تمهيد التمهيد لسليمان كشوك كما جات، سليمان كشوك تضيع عليه الكرة، يرجعها من جديد لصابر خليفة، يرجع لحارس مرمى فاروق بن مصطفى، كل ملاعبي النادي الرياضي البنزرتي
في المناطق الدفاعية. فاروق بن مصفى يوزع الكرة في اتجاه بلال العيفة، المازال موجود في الهجوم بالنسبة لهجوم النادي الافريقي وتضيع الكرة والمخالفة يزفر الحكم أمير العيادي لصالح خط دفاع النادي الرياضي آل بنزرتي. دائما صفر مقابل صفر في توقيت بالضبط 41 دقيقة لعب. سيف الله حسني يضرب الكرة في اتجاه ماهر بصغير، مقطوعة من مختار بالخيطر مرة أولى، ثم من العيادي في اتجاه ماتيو روزوكي. كيما جات ماتيو روزوكي وماذا يقول الحكم؟ المخالفة للزيمبابوي، المخالفة لمهاجم النادي الإفريقي ماتيو روزوكي في تقريبا نصف منطقة النادي الرياضي البنزرتي. أمامكم على الصورة الزيمبابوي حامل قميص رقم 9 ماتيو روزوكي، 26 سنة، أبرز محطاته كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، دولي عنده 5 مقابلات مع المنتخب الزيمبابوي، سجل هدف وحيد لحد الآن. هذه المخالفة وسام بن يحيى في التنفيذ، وسام بن يحيى في تنفيذ المخالفة لصالح النادي الإفريقي، ينفذ الكرة، مقطوعة الكرة من مهدي الرصاصي مرة أولى، ثم ترجع من أحمد خليل، إبراهيم الشناحي مقطوعة من حمدي القصراوي. قوية الكرة من إبراهيم الشناحي، قد يفعلها إبراهيم الشناحي، قد يسجل أولى الأهداف. قوية الكرة على الطائر، التصدي ممتاز كان من حمدي القصراوي، خبرة كبيرة من حمدي القصراوي، كرة ممتازة من إبراهيم الشناحي، كذلك هو الشأن بالنسبة للحارس المرمى حمدي القصراوي، كان ممكن يباغت في التسديدة الأخيرة. ترجع الكرة والهجمة المرتدة لصالح النادي الرياضي البنزرتي، كرة لماهر بصغير ولمسة واحدة من بلال العيفة يخرجها رمية تماس بسرعة إلى مروان تاج، مروان تاج ترجع الكرة لماهر بصغير، خطير ماهر، ماهر بصغير ويربح رمية تماس. وماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ أمير العيادي رمية تماس لصالح النادي الإفريقي، واحتجاج كبير من جانب أحباء النادي الرياضي البنزرتي وملاعبية النادي الرياضي البنزرتي على الحكم أمير العيادي. رمي التماس لصالح النادي الإفريقي في هذا التوقيت بالضبط 44 لاعب، دائما صفر مقابل صفر، وكاد يفعلها منذ قليل إبراهيم الشناحي. ترجع الكرة من ماهر بصغير إلى إبراهيم الشناحي، يقطعها الكرة غازي العيادي إلى مروان تاج، يصعد معاه ماتيو روزيكي. وماذا يقول الحكم؟ المخالفة لمروان تاج، المخالفة للظهير الأيسر للنادي الرياضي البنزرتي. أمامكم على الصورة مروان تاج، وروح رياضية كبيرة من الزيمبابوي يقيم مروان تاج، يرجع لباس مروان، ترجع الكرة من مهدي رصايص، يصعد بالكرة مهدي رصايص إلى محمد الحبيب، يكن يكن على الكرة على اليمين، وموجود على اليمين، يرجع لمهدي رصايص، يضغط يضغط لاعب النادي الإفريقي غازي العيادي، وكذلك ماتيو روزوكي، غازي العيادي يضغط غازي ويصعد مهدي رصايصي ويربح رمية التماس حمزة جلاسي بعد تدخل سليمان كشوك. 45 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما صفر مقابل صفر بين النادي البنزرتي والنادي الإفريقي. في هذا الشوط شفنا زوز فرص تقريبا، فرصة للنادي الرياضي البنزرتي لماهر بصغير بعد تمهيد كان ممتاز من مروان نتاج، وفرصة كانت سانحة أيضا للتسجيل بالنسبة للنادي الإفريقي التسديدة. نتبع العملية هذه من صابر خليف، صابر خليف أمامه مهدي رصايص، صابر خليف يوزع الكرة ومقطوعة من مروان تاج مرة أولى، ثم ترجع لصابر خليف، صابر خليف قبل ما تخرج ماذا يقول الحكم؟ ما خرجتش الكرة، ترجع لغاز العيادي لأحمد خليل، أحمد خليل وسام بن يحيى، وسام بن يحيى عنده الكرة، وسام بن يحيى يبعد على جسم بل هو سليم الجندوبي ويربح المخالفة. دقيقة وحيدة في الوقت البديل في هذا الشوط الأول، أمامكم على الصورة انتهى الوقت القانوني للشوط الأول، دقيقة وحيدة كوقت بديل، والمخالفة لصالح النادي الإفريقي دائما صفر مقابل صفر. قلت زوز فرص كانوا في هذا الشوط الأول، واحدة للنادي البنزرتي لماهر بصغير،
وفرصه كانت سانحه لابراهيم الشليحي، تسديده مباغته كانت قويه لولا تدخل حمدي القصراوي لكانت الكره في الشباك. ترجع الكره بمخالفه لصالح النادي الافريقي، حكم ينبه لاحترام الامتار القانونيه. التنفيذ بلال العيفه يضرب، تضرب الكرة في مروان تاج ثم ترجع للنادي الافريقي من جديد لسليمان كشوك. سليمان كيما جات يوزع الكرة في العمق، ضعيفة الكرة في دين الحارس حمدي القصراوي حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي، ضعيفة التوزيعة من سليمان كشوك الأخيرة حمدي القصراوي. وفي اللحظة هذه يعلن نهاية الشوط الأول الحكم أمير العيادي، التعادل صفر مقابل صفر في هذا الشوط الأول من مباراة الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الأفريقي. نعود مع بداية الشوط الثاني. Thank you.
مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم اينما كنتم. تابعوا في الموقع الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم بعد قليل انطلاق الشوط الثاني من مباراه الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس هنا في ملعب 15 اكتوبر بمنزرت بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي. شوط اول شاهدتوه شفتوا 0-0 في الشوط الاول للامانة دون المتوسط من الزوز فرق من النادي البنزرتي او من جانب النادي الافريقي. شفنا زوز فرص في شوط اول وفي اللحظة هذه امير العيادي يعطي شارة انطلاق الشوط الثاني. نتمنى شوط ثاني يكون ممتاز في حجم عراقة الزوز نوادي البنزرتي وكذلك الافريقي. 0-0 نذكر بتشكيلة الزوز فرق بالنسبة للنادي الافريقي. فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، 31 مختار بالخيثر، 3 سليمان كشوك، 2 بلال العيفة، 27 فخر الدين الجزيري، 26 غازي العيادي، 5 احمد خليل، 13 وسام بن يحيى، 35 ابراهيم شناحي، 30 صابر خليفة. على البنك عاد في الدخيلي حارس مرمى ثاني، 4 حمزة العقربي، 11 المنوبي الحداد، 7 اسامة الدراجي، 23 عصام الخلالي، و 28 سيف قاوذي. كورة وماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ أمير العيادي الركنية لصالح النادي الأفريقي. كرة كانت لصابر خليفة، الاعتراض كان موجود والركنية أولى الركنيات في هذا الشوط الثاني. دائما 0-0 أمامكم على الصورة، أول ركنية بالنسبة للنادي الأفريقي في المباراة. النادي الرياضي البنزرتي عنده زوز ركنيات شاهدناهم في الشوط الاول. هذه الركنيه الاولى لوسام بن يحيى، كره على يمين الحارس حمدي القصراوي. وسام بن يحيى كره في دين الحارس، في دين الحارس حمدي القصراوي، كانت كره مباغته. تبعوا الهجمه المرتده بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي، كره لماهر بصغير، ماهر بصغير وماذا يقول الحكام؟ المخالفه، المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. كرة أخيرة والركنية الأخيرة لصالح النادي الإفريقي، كانت كرة إلى صابر خليفة، كان ممكن يباغت الحارس حمدي القصراوي حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي. البداية بقوة في هذا الشوط الثاني بالنسبة للنادي الإفريقي. كرة لمروان تاج والمخالفة أمامكم على الصورة. مروان في التنفيذ، تاج يوزع الكرة مقطوعة من سليمان كشوك، ترجع الكرة لوسط الميدان لحمزة الجلاس إلى دريدي، على أدينا دريدي يضرب الراس إلى جاسم حمدون، جاسم حمدون كما جات كرة مقطوعة ترجع لجاسم الحمدون، جاسم الحمدون، جاسم الحمدون عنده الكرة، جاسم الحمدون يمر لماهر بصغير، ماهر بصغير لمسة واحدة إلى مروان تاج موجود على الجهة اليسرى، تضيع عليه الكرة تمشي، رمي التماس لصالح النادي الإفريقي. نكمل بتشكيلة النادي الرياضي البنزرتي. حمدي القصراوي في حراسة المرمى، محمد الحبيبي كان رقم 7، 23 مروان تاج، 5 مهدي رصاصي، 20 سيف الله حسني، 6 حمزة جلاسي، 18 بلال السعيداني، 10 علاء الدين دريدي، 17 ماهر بصغير، سليم الجندوبي، الرقم 13 و9 جاسم الحمدوني. الركنية لصالح النادي الرياضي البنزرتي. نكمل بنك البدلاء صابر خلفاوي بالنسبة للنادي البنزرتي، حارس مرمى ثاني 3 مهدي بن سيب، 14 الياس الذكواني، 12 مرتضى بن وناس، 28 حمزة المسعدي. وهذه كرة مقطوعة من صابر خليفة، صابر خليفة مردود إلى حد الآن صحيح موجود كمهاجم لكن يعاون الدفاع في أكثر من فرصة. صابر خليفة إلى جانب إبراهيم الشناحي. نكمل بنك بدلاء النادي الرياضي البنزرتي، قلت صابر خلفاوي حارس مرمى ثاني، مهدي بن سيب رقم 3، 14 الياس الذكواني، 12 مرتضى بن ونيس، 28 حمزة المسعدي، 8 عبد الخالق يكن، و4 صديق المجري. هذه هي الاختيارات الفنية بالنسبة للمدرب ماهر الكنزاري. 50 خلاعة في المباراة، دائما 0-0 كورة إلى سليمان كشوك، سليمان كشوك وماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفة، لمسة واحدة إلى إبراهيم الجناح، صابر خليفة يوزع الركنية، الركنية لصالح النادي الإفريقي، الركنية الثانية لصالح النادي الإفريقي في المباراة والثانية
في الشوط الثاني. 50 دقيقة لعب في المباراة. وسام بن يحيى في تنفيذ الركنية، الكرة على يمين الحارس حمدي القسراوي. وسام بن يحيى يوزع الكرة، مقطوعة الكرة من دفاع النادي الرياضي البنزرتي من سليمة الجندوبي، بالراس يخرجها للتماس لصالح النادي الافريقي. رمية التماس على الجهة اليسرى، وين موجود سليمان كشك. سليمان كشك ابن النادي الرياضي البنزرتي بأزيان الافريقي اليوم. سليمان كشك في تنفيذ رمية التماس. امامكم عصور سليمان الى صابر خليف. صابر خليف، صابر خليف مع محمد الحبيبي، كان تمريرة الى غازي العيادي، لمسة واحدة لاحمد خليل. احمد خليل يضغط، يضغط بلال السعيداني، يقطع الكرة. بلال، بلال عنده الكرة الان. بلال السعيداني، بلال السعيداني، واعتراض من احمد خليل والانذار. الانذار والمخالفة لصالح بلال السعيداني. الحكم يوجه انذار لوسام بن يحيى. امامكم عصورة بلال السعيداني ملقى على ارضية الميدان، يقوم لاباس متوسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي. ملاعبي عنده مهارات فنية ممتازة للامانة. بلال السعيداني ترجع الكرة لمحمد الحبيب، كان على اليمين محمد الحبيب، لمسة واحدة لجاسم الحمدون. جاسم الحمدون، جاسم يبعد لسليمان كشك. جاسم الحمدون، جاسم الحمدون عنده الكرة. جاسم ما ثماش مخالف، يقول أمير العياد. ترجع لي صابر خليفة، صابر خليفة عنده الكرة، لمسة واحدة إلى ماتيو روزوكي، يدي عليه الكرة، مقطوعة من سيف الحسني. سيف الله أرضية الكرة إلى والكرة إلى سليمان الجندوب داخل منطقة الجزاء. التحذير، ضعيف الكرة، ضعيف الكرة من جاسم حمدوني، ضعيف الكرة من جاسم حمدوني. أمامكم على الصورة، كانت ممتازة العملية بين محمد الحبيب يكن إلى مرمى، تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. يرتفعنا سقف المباراة، يرتفعنا سقف المباراة عكس الشوط الأول منذ البداية في هذا الشوط الثاني. 52 دقيقة لعب، دائما صفر مقابل صفر. الان فرصه، فرصه، فرصه للنادي الافريقي، فرصه للنادي الرياضي البنزرتي. اكيد الرهان كبير، المرور الى الدور النصف النهائي لمسابقه كاس تونس. هذه كره يستميت صابر خليفه، يقطع الكره حمزه جلاس. جلاس، جلاس ما ثماش مخالفه، يقول امير العيادي حكم المباراه. كره لحبيب يكن، محمد الحبيب يكن استميت على الكره، لمسه واحده لجاسم الحمدوني. جاسم الحمدوني يدي عليه الكرة، ترجع لأحمد خليل ويسام بن يحيى. أحمد خليل كما جات للجهة اليسرى، وين موجود صابر خليفة، مقطوع الكرة أسبق منه مهدي رصيصي. مهدي رصيصي خرج كرة للتماس. 53 دقيقة في المباراة، دائما صفر مقابل صفر. رمية التماس من سليمان كشك. سليمان مقطوع الكرة من وسط الميدان من علاء الدين الدريدي، يصلح غازي العياد. العيادي غازي، غازي عنده الكرة، غازي العياد يدي عليه الكرة، ترجع بنزرتية إلى مروان تاج. مروان تاج، مروان تاج ويفك الكرة، مختار بالخيثر، لمسة واحدة لماتيو روزيكي، ما حصلش الترويضة الزيمبابوي. التمهيد كان ممتاز على اليمين من مختار بالخيثر، لمسة واحدة إلى ماتيو روزيكي، ما يحصلش الترويض، دي عليه الكرة. ترجع الكرة للنادي الإفريقي من صابر خليفة. إبراهيم شنيح، شنيحي إلى غازي العيادي، عيادي إلى الجهة اليسرى، وين موجود سليمان كشك. سليمان لمسة إلى أحمد خليل، أحمد خليل، أحمد خليل أرضية إلى بلال العيفة. بلال يسعد بالكرة، بلال، بلال العيفة، لمسة واحدة، لمسة واحدة إلى غازي العيادي. ترجع الكرة من جديد للنادي الإفريقي، فخر الدين الجزيري، الجزيري مع أحمد خليل، أحمد خليل يضغط حمزة الجلاسي إلى صابر خليفة، يرجع أحمد خليل، يضغط محمد الحبيبي. كان ذكية العملية في اتجاه إبراهيم الأشنيحي، متفطن دفاع النادي الرياضي المنزرتي. سليم الجندوبي عند الكرة، سليم، سليم الجندوبي، وماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفة، كرة لبلال العيفة، يخرج بالكرة بلال مع سليم الجندوبي، ويربح وسام بن يحيى المخالفة الآن. في توقيت بالضبط 55 دقيقة لعب، أمامكم مع الصورة وسام بن يحيى، دائما صفر مقابل صفر، والكرة لوسام بن يحيى
ينفذ المخالفة وسام، ترجع الكرة لفخر الدين الشاسيري. أصدقاء الأمس بين ظفرين أعداء اليوم، فخر الدين الجزيري وسليمان كشك وكذلك فاروق بن مصفى، كلهم ملاعبية قمصوا أزياء النادي الرياضي البنزرتي، موجودين الآن بأزياء النادي الإفريقي. ترجع الكرة لأحمد خليل، أحمد يرجع الكرة لبلال العيفة، بلال يوزع الكرة في العمق إلى صابر خليف، مقطوعة من مهدي رصايصي، مقطوعة من دفاع النادي الرياضي بنزرتي من مهدي رصايصي. ترجع الكرة بسرعة من سليمان كشك، يضرب الكرة في جاسم حمدوني، ما تخرجش الكرة للتماس. وماذا يقول الحكم؟ يخرج حمزة جلاسي لإسعاف زميله جاسم الحمدوني، حسب بعض الأوجاع، اعتقد اصابه عضليه لجاسم الحمدوني، مازال ملقى على ارضيه الميدان. ان شاء الله يقوم لبيس مهاجم النادي الرياضي البنزرتي. دائما صفر مقابل صفر هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، في توقيت بالضبط 56 دقيقه لعب من المباراه. امامكم شهاب الليلي، غضب كبير من شهاب الليلي والتوصيات لغازي العيادي وكذلك وسام بن يحيى وابراهيم الشنيحي. في المقابل امامكم عصوره ملقى على ارضيه الميدان جاسم الحمدوني مهاجم النادي الرياضي البنزرتي. ان شاء الله يقوم لاباس. جاسم الحمدوني ملاعبي عنده مهارات فنيه، ملاعبي كان سجل في المباراه الدورة الفارت لمسابقة كأس تونس في مرمى اتحاد تتاوين، وكان هدف أهل النادي الرياضي البنزرتي لهذا الدور، الدور الربع النهائي. في توقيت بالضبط 57 تلعب دائما صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. نشاهد في حمزة المسعدي، ممكن مش يكون معوض جاسم الحمدوني في ما تبقى من توقيت المباراة. كرة للنادي الرياضي البنزرتي يرجعها بروح رياضيه كبيره النادي الافريقي بعد ما خرجها حمزه جلاسي لاسعاف زميله. كره ترجع من النادي الافريقي لحمدي القصراوي، حمدي القصراوي يرجع الكره، كره تجتاز خط وسط الميدان في اتجاه سليم الشنتوبي، مقطوعه الكره من غازي العيادي مره اولى ثم الى صابر خليفه، ابراهيم الشنيحي والمخالف ماتيو روزيغي. الزيمبابوي يربح المخالفه لصالح النادي الافريقي. الرهان كبير قلت في هذه المباراة، كلاسيكو بأتم معنى الكلمة، بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي. زوز تغييرات في نفس التوقيت لماهر الكنزاري، عبد الخالق يكن وحمزة المسعدي. ننتظر التغييرات. ترجع الكرة لغازي العياد، غازي العياد لبلال العيفة، بلال الى وسام بن يحيى، وسام بن يحيى تمشي الكرة لابراهيم الشنيحي، يبعد على حمزة جلاس، ابراهيم الشنيحي يسبق كورته ابراهيم الشنيحي، مازال محافظ على كورته بين ثلاثة ملاعبية، لمسة واحدة لكن مقطوع الكرة من بلال السعيداني، وماذا يقول الحكم؟ ثم لمس اليد وثم الراية من المساعد الثاني غازي جلول. مركز بمركز يدخل حمزة المسعدي مكان جاسم الحمدوني، حمزة المسعدي القادم من الترجي الرياضي الجرجيسي. في المقابل عبد الخالق يكن يدخل مكان سليمة الجندوبي، سليمة الجندوبي يدخل الرقم 8 عبد الخالق يكن. نستناو التغيير يبعد سليمة الجندوبي، نستناو مكان من سيكون عبد الخالق يكن امامكم على الصوره. في المقابل ترجع الكره بمخالفه لصالح النادي الافريقي، تمشي لابراهيم الشنيحي في اتجاه روزيكي وما ثماش مخالفه، لكن يقول ثم الرفع للساق من الزيمبابوي ماتيو روزيكي على لاعب النادي الرياضي البنزرتي ماهر بصغير، يربح المخالفه. في انتظار التغيير الثاني بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، شاهدنا رقم سليمة الجندوبي، لكن المدرب ماهر الكنزاري بحركة يديه يعني قالوا ليه ما تخرجش انت، في انتظار من سيكون
هو البديل. مازال موجود الحافة الميدان عبد الخالق يكن رقم ثمانية بعد ما دخل حمزة المسعدي مكان جسم الحمدوني. تغيير اضطراري قام به بعد تعرض لإصابة جسم الحمدوني. نتمناه يكون لاباس. ترجع الكرة من بيل العيفة كما جات في اتجاه ماتيو روزوكي. مقطوع الكرة من دفاع النادي الرياضي البنزرتي. كرة في اتجاه بيل السعيتاني مقطوعة من وسام بن يحيى. لمسة واحدة إلى صابر خليفة. وماذا يقول الحكم؟ المخالفة لصابر خليفة. صابر خليفة يربح المخالفة. إن شاء الله يقوم لاباس. واش صابر خليفة ماتيو روزوكي. المخالفة لصالح النادي الافريقي في وسط الميدان. دائما صفر مقابل صفر في توقيت بالضبط 61 تقلاع في المباراة. دائما صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي. مباراة الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم، تتابعوا الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم لايف ستريمينج. مباراة هامة جدا للزوز نوادي، للزوز فرق من اجل المرور للدور النصف النهائي. يقوم لاباس لعب النادي الافريقي. صابر خليفة بالفعل يقوم لاباس. صابر خليفة ترجع الكرة للنادي الافريقي. هذه كرة لغازي العيادي. غازي العيادي غازي لمسة واحدة بينه وبين مختار بالخيثر ويربح رمية التماس. ماذا يقول الحكم؟ رمية التماس بالفعل لصالح النادي الافريقي. على الجهة اليمنى تنفيذ من مختار بالخيثر الظهير الايمن الجزائري موجود في تشكيلة شهاب الليلي. مختار بالخيثر ينفذ رمي التماس الى ابراهيم الاشتحي ويترجع لمختار بالخيثر. بالخيثر من جديد يبعد على ماهر بصغير يرجع لابراهيم الاشتحي. لمسة واحدة تمشي الكرة لوسام بن يحيى. وسام كما جات الكرة تمشي لفخر الدين الجزير يطلب في الكرة. سليمان كشوك موجود على اليسار الى صابر خليفة. اسبق منه بالراس مهدي رصايص. مهدي رصايصي يخرج الكرة بالراس ورمي التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي بعد تدخل من سليمان كشوك ويخرج الكرة للتماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي. التنفيذ من محمد الحبيب كان رمية التماس مقطوعة بالراس من أحمد خليل. ترجع مرة ثانية ورمية التماس من جديد لصالح النادي الرياضي البنزرتي. كرة طويلة في اتجاه حمزة المسعدي مقطوعة من جانب النادي الافريقي. رمي التماس من جديد محمد الحبيب يكن في التنفيذ يطلب في الكرة. حمزة المسعدي وكذلك سليم الجندوبي. حمزة المسعدي ياخذ الكرة بلا السعيتاني. محمد الحبيب يكن وخرجت الكرة. يرفع الراية محمد مزيد المساعد الاول. يرفع الراية محمد مزيد يقول خرجت الكرة. تمشي رمي التماس لصالح النادي الافريقي على الجهة اليسرى وين موجود سليمان كشوك. غضب كبير من كامل بنك بودلاء النادي الرياضي البنزرتي على قرار محمد مزيد المساعد الاول في هذه المباراة. ترجع الكرة كما جات من بلال العيفة في اتجاه ماتيو روزيكي. مقطوع الكرة من النادي الرياضي البنزرتي. محمد الحبيب يكن الى سليم الجندوب. سليم الجندوبي وماذا يقول الحكم؟ المخالفة. المخالفة لصالح سليم الجندوبي لصالح النادي الرياضي البنزرتي. نفذ الكرة بسرعة والحكم يقول تتنفذ من مكانها في توقيت بالضبط 64 تخلعب في المباراة. دائما صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي البنزرتي هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت مع النادي الافريقي. المخالفة في التنفيذ مروان تاج أمامه على الكرة كل من ماتيو روزوكي وكذلك وسام بن يحيى. مروان تاج في تنفيذ المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. مجنبة شوية الكرة على يسار الحارس فاروق بن مصطفى. مجنبة شوية الكرة على يمين الحارس فاروق بن مصطفى. مروان تاج يوزع الكرة في دين الحارس فاروق. فاروق بن مصطفى ياخذ كورته يرجعها بسرعة. مقطوعة من مروان تاج. مروان تاج ذكي. مروان تاج بعد ما كان موجود على الجهة اليمنى بعد تنفيذ للمخالفة بالسرعة القصوى مشى لوسط الميدان وقص الكرة الأخيرة
وهذه المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. 65 تلاعب دائما 0-0، ولأنه الشوط الثاني خير من الشوط الأول. الشوط الثاني شفنا فيه اللعب، شفنا فيها الفرص من الجانبين، من جانب البنزرتي وكذلك من جانب النادي الافريقي. ارتفعنا سقف المباراة مع بداية الشوط الثاني. المخالفة البنزرتية الآن، التنفيذ من مروان تاج. مروان تاج في تنفيذ المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. حكم أمامكم على الصورة أمير العيادي قاعد ينبه على الملعبية. مروان تاج يوزع الكورة، كاد يفعلها حمزة المسعدي. الراية موجود، الراية موجودة، كاد يفعلها حمزة المسعدي في الكرة الأخيرة من مروان تاج العرضية. حمزة المسعدي ضرب بالراس لكن موجود في التسلل. أمامكم حمزة المسعدي على الصورة يربح الكرة. فاروق بن مصفى 66 لاعب دائما 0-0. حمزة المسعدي اللي في وقت سابق شاهدناه بأزياء النادي الافريقي. حمزة المسعدي اللاعب السابق للترجي الرياضي الجرجيسي. أمير العيادي يتوجه لفاروق بن مصفى، ينبه عليه فاروق بن مصفى في التنفيذ. مخالفة التسلل الأخيرة اللي كانت ضد حمزة المسعدي مهاجم النادي الرياضي البنزرتي. فاروق بن مصفى يوزع الكرة في اتجاه سابر خليفة إلى ماتيو روزوكي. ماتيو عنده الكرة، لمسة واحدة لويسام بن يحيى. لويسام بن يحيى يصعد عليه على الدين الدريدي، يفك الكرة على الدين الدريد، على الدين الدريدي تمشي الكرة لحمزة جلاسي. أوه يمر حمزة جلاسي يوزع الكرة، مقطوعة الكرة من دفاع النادي الإفريقي. العرضية كانت ممتازة ويخرج الكرة دفاع النادي الافريقي للركنية. الركنية الثالثة الرابعة للنادي الرياضي البنزرتي. مروان تاج في التنفيذ الركنية يوزع الكرة، مقطوعة من صابر خليفة من رؤول، ثم يضرب الراس ابراهيم الشناحي. بلال العيفة في اتجاه ماتيو روزوكي زيمبابوي بالسرعة القصوى. ماتيو عند الكرة، عند الكرة ماتيو حافظ على الكرة بين زوز ملعبية وخرجها تمس. يخرجها سليمة جندوبي بل هو علاء الدين ادريتي للتماس. يقطع الكرة على ماتيو روزوكي. أمامكم على الصورة الزيمبابوي مهاجم النادي الإفريقي. سليمان كشوك ينفذ رمية التماس إلى إبراهيم الشناحي. شناحي عند الكرة، يبعد على علاء الدين الدريدي. إبراهيم الشناحي ويتدخل محمد الحبيب. يكن قلت ذكي هذا اللاعب الظهير الأيمن محمد الحبيب. يكن يفك الكرة لإبراهيم الشناحي، كما جات يخرجها للتماس. في توقيت بالضبط 68 لاعب في المباراة، دائما 0-0 هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. مباراة هامة للزوز فرق من اجل التأهل للدور النصف النهائي لمسابقة الكأس تونس. هذا سليمان كشوك ينفذ رمية التماس، مقطوعة من حمزة جلاس، تمشي لسليمان جندوب، يضرب بالراس فخر الدين الجزيري ويربح المخالفة. المخالفة لصالح النادي الافريقي. المخالفة لصالح النادي الافريقي والتغيير الأول في تشكيلة شهاب الليلي. أسامة دراج، أسامة دراجي مكان وسام بن يحيى، يدخل أسامة دراجي مكان وسام بن يحيى. أمامكم على الصورة يدخل ياخذ مكانه أسامة دراجي مكان وسام بن يحيى. أسامة دراجي اللاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي، عرفتوه في الترجي الرياضي التونسي، سولات وجولات للمخضرم أسامة دراجي. الآن موجود بأزياء النادي الإفريقي. الرمي التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي على اليمين. محمد الحبيب يكن مع بلال السعيداني. بلال ازدواجية كما جات يضرب الراس بلال العيفة في اتجاه الزيمبابوي. ماتيو روزوكي مقطوعة من دفاع البنزرتي، ترجع من جديد روزوكي بكعبة ساق ومقطوعة من مروان تاج. التمرير الأخيرة كانت ماشية لإبراهيم اللاشناحي، يربح رمية التماس. إبراهيم اللاشناحي، إبراهيم يوزع الكورة، مقطوعة الكورة من صيف الله حسن، مرة أولى تمشي لحمزة،
حمزه المسعدي دي عليها الكره ترجع للنادي الافريقي لصابر خليف. صابر خليف زوين مجيع عنده الكره يخلق لاختار لمسه واحده لسليمان كشوك. سليمان كشوك العرضيه طويله في اتجاه ابراهيم الشناحي قبل ما تخرج ياخذها ابراهيم. ابراهيم الشناح ابراهيم الشناح مع هذا الكورت ابراهيم الشناح والركنيه الركنيه لصالح النادي الافريقي الركنيه لصالح النادي الافريقي في توقيت 70 دقيقه لعب في هذا في هذه المباراه. الركنيه الثالثه لصالح النادي الافريقي المره هذه على الجهه اليسرى لحارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي حمدي القاسراو. هذه كره من ابراهيم الشناح يوزع الكره مقطوعه من دفاع النادي الرياضي البنزرتي ترجع من احمد خليل الى سليمان كشوك. سليمان كشوك مع علاء الدين ادريد. سليمان كشوك على خط الركنيه سليمان كشوك وتمشي لسيف الله حسني تمشي لسيف الله حسني كيما جات يقطعها فخر الدين الجزيري الى صابر خليفه عند الكره الان صابر يمهد صابر الى اسامه الدراجي اسبق منه اسبق منه لاعب النادي الرياضي البنزرتي علاء الدين ادريد كيما جات يخرج الكره خارج الميدان. في المقابل يرجع امير ادريدي للمخالفه ملقى امامكم على صوره امير علاء الدين ادريدي متوسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي. الملاعبيه الشبان الموجودين الان في التشكيله الاساسيه لماهر الكنزاري رقم 10 علاء الدين الادريدي قوم لاباس امامكم على صوره والمخالفه لصالح النادي الرياضي البنزرتي. على الكره بلال السعيداني في المقابل كذلك ثم لاعب من نادي رياض البنزرتي مازال ملقى على ارضيه الميدان ان شاء الله يقوم لاباس. المخالفه لصالح النادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط 72 دقيقه لعب دائما صفر مقابل صفر مباراه كاس نجموا نشاهدوا الحصص الاضافيه هذا اليوم في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت ونجموا كذلك نشاهدوا ركلات الحظ الترشيحيه في هذه المباراه هي مباراه كاس ما تقبلش القسم على اثنين مباراة الكأس. الآن التغيير الثاني للنادي الرياضي البنزرتي عبد الخالق يكن مكان سليم الجندوبي. عبد الخالق يكن يدخل مكان سليم الجندوبي. ترجع الكرة في وسط الميدان من بلال السعيداني إلى عبد الخالق يكن عنده الكرة. وديع عليه تمشي لفخر الدين الجزيري كيما جات خارج الميدان تمشي ضربة ورمي التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي على اليمين. تغيير اضطراري ايضا يخرج سليم الجندوبي بداعي الاصابة ويدخل عبد الخالق يكن امامكم على الصورة محمد الحبيب يكن في تنفيذ رمية التماس. الى جنبه كان ماهر كنزاري رمية التماس الى حمزه المسعدي مقطوعه الكره من بلال العيف من بلال طويله الكره والترويض الترويض ماهوش باهي من حمزه جلاسي تمشي الكره رمية التماس لصالح النادي الافريقي على الجهه اليسرى وين موجود سليمان كشوك. سليمان كشوك خذا مكان وسام الحدادي اللي كان موجود في الجهه اليسرى في تشكيله النادي الافريقي الان محترف في فريق أنجي الفرنسي. برشا ملاعبيه خرجت من النادي الافريقي كذلك هو الشأن بالنسبه لبسام صرارفي الان موجود في نيس الفرنسي. كادير عبد القادر الوسلاتي في الفتح السعودي تمشي الكره وهذه اختير الهجمه لصالح النادي الافريقي يحذر اسامه الدراجي يضرب الكره مقطوعه من نادي الرياضي البنزرتي مره اولى مره ثانيه. احمد خليل الاعتراض موجود يفك الكره حمزه المسعدي حمزه المسعدي حمزه المسعدي لمسه واحده تمشي الكره والتغطيه الدفاعيه موجوده من فخر الدين الجزيري. كره كانت لعبد الخالق يكن اسبق منه فخر الدين الجزيري كره تمشي على اليمين لمحمد الحبيب يكن مقطوعه من احمد خليل. احمد خليل دون اخطاء يوزع الكره في اتجاه صابر خليفه مع مهدي رصايص. صابر خليفه يربح الديال مهدي رصايصي يخرج الكره للركنيه يخرج الكرة للركنية مهدي رصايصي مدافع النادي الرياضي البنزرتي. الركنية الرابعة أمامكم على الصورة لصالح النادي الإفريقي المرة هذه على مين الحارس حمدي القاسراوي. التنفيذ من إبراهيم الشناحي الجزائري إبراهيم الشناحي
يوزع الكورة إبراهيم الشتيحي مقطوعة مرة أولى من حمزة جلاسي ركنية الثانية لصالح النادي الإفريقي على التوالي تمشي الكورة بين أحمد خليل وروزيكي إبراهيم الشتيحي يوزع الكورة أسبق من رأسية فخر الدين الجزيري ارتماءة حمد القسراوي الهجمة المعاكسة لصالح النادي رياض البنزرتي المرتدة كورة وتضيع عليه تضيع الكرة على على بل هو مهر بصغير يخرجها مختار بالخيثر تمشي للركنية مهر بصغير كان في الكرة الأخيرة وفي الهجمة الأخيرة والمحاولة الأخيرة للنادي رياض البنزرتي مروان تاج في تنفيذ الركنية لصالح النادي الرياضي البنزرتي كرة على مين الحارس فاروق بن مصطفى مروان تاج يوزع الكرة مرة أولى مرة ثانية بالبوكس يخرج الكرة فاروق بن مصطفى مرة أولى ثم ترجع لعلاء الدين الدريدي ما يحصلش ترويض الكرة وترجع لصالح النادي الإفريقي ترجع لأسامة دراج 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 وثماش مخالفة يقول الحكم فكيلو محمد الحبيب يكن محمد الحبيب يكن من العلامات المذيئة في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي محمد الحبيب يكن تمشي الكورة لبلال السعيداني بلال السعيداني بعيد العرضية كل البعد على مرمى فاروق بن مصطفى تمشي خارج الميدان ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي الأيمن محمد الحبيب يكن من العلامات المذيئة في تشكيلة ماهر الكنزاري من أبرز الملاعبية في تشكيلة السيابي ترجع الكرة لصالح النادي الإفريقي غازي العيادي لبلال العيفة فخر الدين الجزيري رجع الكرة لغازي العيادي يسعد بالكرة العيادي غازي يوزع الكرة في العمق إلى صابر خليفة صابر خليفة مع محمد الحبيب يكن يضرب الراس مرة أولى إلى بلال السعيداني يقطع الكرة سليمان كشك وماذا يرفع يرفع الراية بالفعل المساعد الأول محمد مزيد يرفع الراية والحكم يتفتن للراية يقول ثم مخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي تنفذ الكرة بسرعة إلى محمد الحبيب يكن وماذا يقول الحكم رمي التماس الآن لصالح النادي الإفريقي كرة كانت من عبد الخالق يكن خارج الميدان مشيت خارج الميدان رمي التماس لصالح النادي الإفريقي ترجع الكرة من أسامة الدراج أسامة الدراج مقطوع الكرة من علاء الدين الدريد في اتجاه حمزة المسعدي مقطوعة من دفاع النادي الإفريقي مرة أولى مرة ثانية من سليمان كشك يضرب الراس مهدي رسايسي إلى وسط الميدان إلى حمزة جلاسي يسعد مع أحمد خليل يفك الكرة تمشي لإبراهيم الشنيحي بسرعة إلى أسامة الدراج وممتازة التمريرة لصابر خليفة التمريرة كانت ممتازة من أسامة الدراجي ترجع لأحمد خليل والكرة ما ثماش مخالفة المرتدة يفك الكرة حمزة جلاسي عند الكرة الآن يطلب الكرة مروان تاج على الجهة اليسرى مروان تاج يتقدم على الجهة اليسرى مروان تاج عند الكرة الآن مروان تاج تضيع عليه الكرة يصلح بلال سعيدان يمر الكرة ومقطوعة من سليمان كشك نفذ الكرة رمي التماس بسرعة بين محمد الحبيب يكن وبلال السعيداني يمهد الكرة عبد الخالق يكن عند الكرة الآن عبد الخالق يكن التمهيد ويخرج أسبق منه فاروق بن مصطفى ذكية الكرة من عبد الخالق يكن إلى محمد الحبيب يكن أسبق منه فاروق بن مصطفى في الفرصة الأخيرة كرة لصالح النادي الإفريقي يربح المخالفة أسامة الدراجي أسامة الدراجي يربح المخالفة في هذا التوقيت بالضبط 79 لاعب دائما 0-0 في هذه المباراة مباراة كأس مباراة أعصاب بالنسبة للمدربين ماهر الكنزاري من جانب النادي البنزرتي وكذلك شهاب الليلي لحد الآن 0-0 هل نشاهد الحصص الإضافية في هذه المباراة هل نشاهد ركلات الحظ الترجيحية في هذه المباراة الإجابة بعد قليل كرة إلى ماتيو روزيكي مقطوع الكرة من جانب النادي الرياضي البنزرتي كرة طويلة في اتجاه حمزة المسعدي مقطوعة من فخر الدين الجزيري كيما جات يفك الكرة غازي العيادي في وسط الميدان يبعد لعبد الخالق يكن ويصفر أمير العيادي حكم المباراة المخالفة لصالح غازي العيادي
المخالفة لصالح غازي العيادي لصالح النادي الافريقي في توقيت 80 دقيقة لعب في المباراة. 10 دقائق ستكون حاسمة في هذه المباراة. غازي العيادي وزع الكرة إلى إبراهيم اللاشناحي، ماتيو روزوكي عنده الكرة الآن، مقطوع الكرة من جانب النادي الرياضي البنزرتي. الهجمة المرتدة الوان تو مع عبد الخالق، لكن كرة طويلة في اتجاه فاروق بن مصطفى. كيما جات فاروق خرج الكرة خارج الميدان، رمية التماس قاعد يضغط النادي البنزرتي الآن، قاعد يقرب من مرمى فاروق بن مصطفى الآن. هذه رمية التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي على الجهة اليسرى، التنفيذ من مروان تاج يتلف الكرة ماهر بن صغير، وكذلك عبد الخالق يكن ياخذها. عبد الخالق لمسة واحدة إلى ماهر بن صغير، ماهر بن صغير عند الكرة مع ثلاثة ملاعبية. ماهر بن صغير، ماهر بن صغير، وماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفة. ترجع لصابر خليفة، المرتدة لصالح النادي الإفريقي مع حمزة المسعدي. صابر خليفة، صابر خليفة، وماذا يقول الحكم؟ المخالفة لصالح صابر خليفة، يقول ثم الدفع من حمزة المسعدي. المخالفة لصالح النادي الافريقي. امير العيادي حكم المباراة يقول ثم الدفع على صابر خليفة. امامكم على الصورة منوب الحداد ينتظر دخوله لأرضية الميدان كتغيير ثاني في تشكيلة النادي الإفريقي بعد دخوله أسامة دراجي مكان وسام بن يحيى. كرة ممتازة هذه، ومقطوعة الكرة من مهدي رصايصي. الوان تو كان ممتاز بين زيمبابوي، وكذلك مختار بالخيذر يقطع، بل هو أسامة دراجي يقطع الكرة. مهدي رصايصي ترجع الكرة من جديد من إبراهيم اللاشناحي. إبراهيم اللاشناحي لمسة واحدة مقطوعة من جانب النادي الرياضي البنزرتي. ما ثماش متابعة لا من عبد الخالق يكن ولا كذلك من حمزة المسعدي. ترجع الكرة لحارس مرمى النادي الإفريقي، والضغط من حمزة المسعدي على فاروق. كما جات فاروق بن مصطفى يوزع الكرة في العمق إلى ماتيو روزوكي، مقطوعة من جانب الدفاع النادي الرياضي البنزرتي. يستميت على الكرة أحمد خليل في وسط الميدان. خليل عنده الكرة، مقطوعة من حمزة جلاس. حمزة جلاسي مع أحمد خليل، معركة في وسط الميدان بين حمزة جلاسي يربح الديال مع أحمد خليل، يربح المخالفة. ننتظر دخول المنوبي الحداد كتغيير ثاني في اختيارات المدرب شهاب ليلي مكان ابراهيم الشناحي. المنوبي الحداد امامكم على الصوره رقم 11 مكان الجزائري ابراهيم الشناحي رقم 35. المنوبي الحداد اللاعب السابق للاولمبي الباشي موجود الان بازياء النادي الافريقي. ترجع للكرة من بلال السعيداني، ما يحصلش الترويض. ترجع للنادي الافريقي، صابر خليف لمسة واحدة لفخر الدين الجزيري إلى سليمان كشوك يقطع الكرة بلال إلى حمزة المسعدي، وماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفة. ترجع لصالح النادي الافريقي، كرة كانت اختيرة لصالح النادي الرياضي البنزرتي، مقطوعة من فخر الدين الجزيري كان في دويال مع حمزة المسعدي. ملقى الآن على أرضية الميدان فخر الدين الجزيري، قلت كان في دويال مع الكرة مع حمزة المسعدي في الكرة الأخيرة. شال لاباس لفخر الدين الجزيري مدافع النادي الإفريقي.
ترجع الكرة من جانب النادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط 85 دقيقة لعب، دائما صفر مقابل صفر هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، دائما صفر مقابل صفر. زوز تغييرات في كل فريق الى حد الان، عبد الخالق يكن مكان سليم الجندوبي، حمزه المسعدي مكان جاسم حمدوني في النادي الرياضي البنزرتي، في المقابل اسامه دراجي مكان وسام بن يحيى، والمنوب الحداد مكان ابراهيم شناحي من جانب النادي الافريقي. هذه كوره وماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفه لماهر بصغير، كوره تخرج خارج الميدان تمشي ضربه مرمى لصالح النادي الافريقي. ماهر بصغير مازال ملقى على ارضيه الميدان كما تشاهدوا عصوره، ان شاء الله يقوم لاباس، قوم لاباس ماهر بصغير اللاعب السابق لنادي حملانف. كوره عند فخر الدين الجزيري يضرب الكوره سوء ارضيه الميدان لانه خذا الكوره فخر الدين الجزيري، وسع الكره فقد توازن، الكره كانت خارج الميدان. رمي التماس لمحمد الحبيب يكن على اليمين، الحبيب يكن، محمد الحبيب يكن، محمد الحبيب يكن مع ماهر بصغير، ماهر بصغير دي عليه الكره يصلح حمزه جلاس في اتجاه عبد الخالق يكن عنده الكره، عبد الخالق، عبد الخالق يكن مقطوع الكره من مختار بالخيث، مختار بالخيث يقطع الكره، الجزائري يوزع في اتجاه زيمبابوي مقطوعه من مهدي رسايسي، يقطع الكرة أسامة الدراجي، يصلح محمد الحبيبي يكن، العبور كان ممتاز من وذي كرة لحمزة المسعدي مقطوعة من الدفاع مرة أولى، مرة ثانية قلت المرور كان ممتاز من بلال السعيداني، مر الكرة في اتجاه حمزة المسعدي، هذه كرة من ماهر بالصغير يرفع الكرة وبالراس فخر الدين الجزيري يخرج الكرة من دفاع النادي الافريقي. ترجع الكره من جديد من غازي العياد في اتجاه صابر خليف، صابر في اتجاه المنوبي الحداد على اليمين، المنوبي عنده مهارات فنيه ممتازه لا باس بها، المنوبي الحداد، منوبي يوزع الكره، مهدي رصايصي بالراس، بالراس يرجع الكره لحارس مرمى حمدي القصراوي. المنوبي الحداد قلت كانت ذكيه الكره من منوبي الحداد، موجود على اليمين ووزع الكرة في العمق. وكانت الكرة مقطوعة من مهدي رصايصي في المحاولة الأخيرة بالنسبة للنادي الإفريقي. دائما صفر مقابل صفر في توقيت 88 دقيقة لعب. دائما صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. كرة بنزرتية الآن، كرة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. مباراة كأس بها تم معنى الكلمة، فيها برشا حسابات، حسابات المرور للدور النصف النهائي. إلى حد الآن صفر مقابل صفر بين السيابي والنادي الإفريقي. كرة لحمد القصراوي، حمد القصراوي عنده الكرة في تنفيذ المخالفة لصالح الدفاع النادي الرياضي البنزرتي. حمد القصراوي، قصراوي في تنفيذ المخالفة، حمدي قصراوي يضرب الكرة طويلة في اتجاه حمزة المسعدي في توقيت بالضبط 89 دقيقة لعب في المباراة. دائما صفر مقابل صفر، كرة لأسامة الدراج، لمسة واحدة للمنوبي الحداد على اليمين، منوبي، منوبي الحداد يوزع الكرة في اتجاه صابر خليف، أسبق منه ماهر بصغير على الكرة، ماهر بصغير وثم الاعتراض من سليمان كشك، يربح المخالفة، يربح المخالفة ماهر بصغير، الاعتراض كان موجود من سليمان كشك، يربح المخالفة، تنفذ الكرة بسرعة بين ماهر بصغير ومحمد الحبيب يكن، الحبيب يكن محمد على اليمين يطلب في الكرة بلال السعيداني مقطوعة من سليمان كشك مرة أولى، ثم غازي العيادي الوانتو مع صابر خليفة، غازي، غازي والحكم يعطيه المخالفة، مخالفة لصالح غازي العيادي لصالح النادي الافريقي. ننتظر كم سيضيف الحكم كوقت بديل في الوقت القانوني للمباراة. صفر مقابل صفر إلى حد الآن. غازي العيادي يمهد لمختار بالخيث، مختار بالخيث على اليمين، مختار لمسة واحدة مع أسامة الدراج في اتجاه مختار بالخيث للكور، ومروان تاج معاه، مروان تاج
والحكم يرفع الراية. المساعد الثاني غازي شلولي يقول مخالفة لصالح مروان تاج. دائما صفر مقابل صفر هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. مباراة الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس بين النادي البنزرتي والنادي الافريقي. دائما صفر مقابل صفر، دائما صفر مقابل صفر. ننتظر الوقت البديل، 4 دقائق وقت بديل للوقت القانوني للمباراة. هي مباراة كأس، نجمو نمشيو للحصص الإضافية. كل حصة 15 دقيقة. إذا تواصل التعادل بين الزوز فرق، ركلات الحظ والترشيح هما مش يحسموا الأمور. هذه كرة من فخر الدين الجزيري. فخر الدين باليسار يوزع الكرة في اتجاه ماتيو رزوكي. مقطوع الكرة من خط دفاع النادي الرياضي البنزرتي مرة أولى. وماذا يقول الحكم؟ المخالفة، المخالفة لصالح النادي الإفريقي، لصالح النادي الإفريقي في وسط الميدان، لصالح مختار بالقيثر الظهير الأيمن. يربح المخالفة بلال العيفة في التنفيذ، بلال العيفة في تنفيذ المخالفة لصالح النادي الإفريقي. الدقيقة الثانية في الوقت البديل. كل ملاعبي النادي الإفريقي في مناطق النادي الرياضي البنزرتي. بلال، بلال يوزع الكرة طويلة في اتجاه ماتيو الزيمبابوي. ترجع من دفاع النادي الرياضي البنزرت. وماذا يقول الحكم؟ المخالف أمير العيادي، مخالفة لصالح صابر خليفة. الحكم يقول ثم رفع ساق في اتجاه صابر خليفة في توقيت 2 دقائق لعب في الوقت البديل. نذكر من العيادي أضاف 4 دقائق كوقت بديل للوقت القانوني للمباراة. دائما صفر مقابل صفر. المخالفة لصالح النادي الافريقي مقابل الحارس حمدي القسراوي على الكرة. كما تشاهدوا غازي العيادي وسليمان كشك. غازي العيادي يبعد سليمان كشك، يبقى غازي العيادي في تنفيذ المخالفة لصالح النادي الافريقي. كل الملاعبية موجودين في مناطق النادي الرياضي البنزرتي. مازال النقاش مع الحكم امير العيادي من قائد فريق النادي الرياضي البنزرتي سيف الله حسن. هذا امامكم على صوره غازي العيادي في تنفيذ المخالفه لصالح النادي الافريقي. غازي العيادي في تنفيذ المخالفه لصالح النادي الافريقي. هل تاتي بالجديد؟ مخالفه خطيره على دفاع النادي الرياضي البنزرتي. غازي العيادي الدقيقه الثالثه في الوقت البديل. غازي العيادي في تنفيذ المخالفة. شاهدوا نقاش بين الحكم وعبد الخالق ياكن. أمامكم على الصور. ثم تدخل على أحمد خليل ونشاهدوا نرفزة من أحمد خليل من ملاعب نادي رياضي البنزرتي. ما عندناش الصوره لكن اكيد فما كما تشاهدوا تطور يعني على مستوى نرفزه بين الملاعبيه. يطالبوا الحكم امير العيادي حمزه المسعدي من جانب النادي رياضي البنزرتي. كما تشاهدوا يتدخل حمدي القسراوي كذلك سيف الله حسني قائد النادي رياضي البنزرتي. امير العيادي حكم المباراه. نستناو شنو القرار اللي مش ياخذوا. كيما تشاهدوا نستناو شنو القرار اللي مش ياخذوا حكم المباراة امير العيادي. مباراة دور ربع نهائي لمسابقة كأس تونس بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي. دائما صفر مقابل صفر. نستناو تنفيذ المخالفة كانت لصالح النادي الافريقي. قبل ما تتنفذ المخالفة فما تدخل بين ملاعبية النادي البنزرتي وكذلك النادي الافريقي. ما عندناش الصورة، لو عندنا الصورة البطيئة نثبتوا فيها. والحكم ننتظروا يعني شنو القرار التأديب اللي مش ياخذوا في هذه المباراة أمير العيادي. أمير العيادي نستناه شنو القرار اللي مش ياخذوا.
نقاش مع حمد القصراوي حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي، كذلك حمزه جلاسي، عبد الخالق يكن، كذلك سليمان كشك من جانب النادي الافريقي، احمد خليل موجود قريب من الحكم كما تشاهدوا، انذار لاحمد خليل والورقه الحمراء في وجه حمزه جلاسي من جانب النادي الرياضي البنزرتي كما شاهدتوا على الصوره. حمزه جلاسي ورقه حمراء في صفوف متوسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي. حمزه جلاسي بعد تدخل على احمد خليل، واحمد خليل كذلك خذا ورقه صفراء من جانب النادي الافريقي. شاهدوا في ماهر كانساري مدرب النادي الرياضي البنزرتي حيرة كيف سيتعامل مع نهاية المباراة، وكيف كذلك سيتعامل ماهر الكانساري إذا تواصلت النتيجة على حالها 0-0 ومشى للحصص الإضافية مع النقص العددي، يلعب منقوص من ملاعب اسمه حمزة جلاسي، ونعرف قيمة حمزة جلاسي في وسط الميدان إلى جانب بلال السعيداني وعلاء الدين الدريدي في مباراة اليوم. القرار اتخذ من الحكم أمير الدريدي، أمير العيادي، ورقة حمراء في وجه حمزة جلاسي من جانب النادي الرياضي البنزرتي، وإنذار في وجه أحمد خليل. وقفنا عند مخالفة لصالح النادي الإفريقي، شي وصل الحكم في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل كانت المخالفة. نحسب كما تشاهدوا الآن 7 دقائق في الوقت البديل مع توقف اللعب. المخالفة لصالح النادي الإفريقي، يحط الكرة غازي العيادي في تنفيذ المخالفة. نذكر الحكم أمير العيادي كان أقصى لاعب النادي الرياضي البنزرتي حمزة جلاسي. غازي العيادي في التنفيذ، غازي العيادي في تنفيذ المخالفة أمامكم على الصورة. مخالفة خطيرة لصالح النادي الإفريقي، هل تأتي بالجديد في 90+8؟ غازي العيادي في التنفيذ، غازي العيادي، غازي العيادي، غازي العيادي، غازي العيادي، سدد ممتاز حمدي القصراوي. ممتاز الكرة من غازي العيادي، وممتاز كذلك حمدي القصراوي. ممتاز المخالفة من غازي العيادي، والارتماء ممتازة من الحارس حمدي القصراوي أمامكم على الصورة. ملاعبي موهوب غازي العيادي أمامكم على الصورة، وحسرة يتحسر كما تشاهدوا على الفرصة الأخيرة. ممتاز العملية قلت من غازي العيادي. حارس المخضرم حمدي القصراوي مر بعديد المحطات أبرزها في الترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي، والآن في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي. مازال ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله يقوم لاباس حمدي القصراوي حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي. كاد يفعلها غازي العيادي، كاد يسجل هدف ممكن يكون غالي برشا بالنسبة للنادي الإفريقي في الدقيقة الأخيرة. الركنية لصالح النادي الإفريقي بعد ما خرجها حمدي القصراوي. الركنية المنوب الحداد، المنوب الحداد يوزع الكرة عالية عالية، كرة أحمد خليل، وينتهي الوقت القانوني 90-0 بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي في مباراة كأس. سنمر إلى الحصص الإضافية في هذه المباراة، كل حصة ربع ساعة
لو توصلت النتيجة بالتعادل سيكون الموعد مع الركلات الترجيحية. أمامكم النتيجة النهائية للوقت القانوني للمباراة 90-0 مقابل 0. نعود إن شاء الله مع بداية الحصة الإضافية الأولى.
وقت التحب. مرحبا بكم الناس الكل تابعوا في الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم مباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي. الوقت القانوني للمباراة انتهى في 90-0 مقابل 0. التعادل يحتم المرور لزوز حصص اضافية، كل حصة ربع ساعة لمعرفة من سيمر للدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس. اذا وصل التعادل سنلتجأ للركلات الترجيحية. أمير العيادي يعطي انطلاقة الحصة الإضافية الأولى في المباراة. تمشي الكرة لصالح ماهر بن صغير، مقطوعة الكرة إلى حمزة المسعدي مرة ثانية، مقطوعة من مختار بالخيثر. مقطوعة الكرة من مختار بالخيثر، كانت الكرة لحمزة المسعدي ثم يتدخل فخر الدين الجزيري. ترجع الكرة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. عبد الخالق يكن عند الكرة بلال السعيداني، سعيداني محمد الحبيب يكن، الحبيب يكن، محمد الحبيب يكن عند الكرة، يبعد على ثلاثة ملاعبية محمد الحبيب يكن. مقطوعة الكرة، مقطوعة الكرة من مختار بالخيثر الظهير الأيمن للنادي الإفريقي الجزائري، يقطع الكرة. قلت مرور كان ممتاز لمحمد الحبيب يكن، دائما 0-0. الدقيقة الأولى في الحصة الإضافية الأولى في المباراة هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، دائما التعادل 0-0. نذكركم بتشكيلة النادي الإفريقي: فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، مختار بالخيثر، سليمان كشوك، بلال العيفة، فخر الدين الجزيري، غازي العيادي، أحمد خليل، أسامة الدرجي اللي دخل مكان وسام بن يحيى، المنوبي الحداد دخل مكان ابراهيم الشنيحي، صابر خليفه، والزيمبابوي ماتيو روزوكي. على البنك نلقاو عاطف الدخيلي، حمزه العقربي، عصام الدخيلالي، وسيف تقا. بالنسبه لتشكيله النادي الرياضي البنزرتي: حمد القسراوي في حراسه المرمى، محمد الحبيب يكن، مروان تاج، مهدي رصايسي، سيف الله حسني، بلال السعيداني، علاء الدين الدريدي، ماهر بالصغير، عبد الخالق يكن كان دخل مكان سليمة الجندوبي، حمزه المسعدي كان دخل مكان جاسم الحمدوني. ونذكر ان النادي الرياضي البنزرتي يلعب الان منقوص من لاعب خط وسط الميدان اسمه حمزه الجلاسي. ورقه حمراء في وجه حمزه الجلاسي كما تبعتوا معنا الناس الكل على الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم. هذه كرة بين روزيكي وصابر خليفة، تمشي الكرة المنوب الحداد، مقطوعة من مروان تاج ازدواجية، من مروان تاج دوزيان بال عند مختار بالخيث، مختار بالخيثر للمنوب الحداد، الحداد نشيط على الجهة اليمنى، منوب الحداد يفقد التوازن، يتيح، يضيع الكرة. وماذا يقول المساعد الأول محمد مزيد؟ يقول الأسبقية، الكرة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. نكمل بنك بدلاء النادي الرياضي البنزرتي. صابر خلفاوي في حراسة المرمى، هو موجود كحارس ثاني في دكة البدلاء. ثلاثة مهدي بن سيب، 14 الياس الذكواني، مرتضى بن وناس 12، وصديق المجري 4. المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. كرة عند مروان تاش في توقيت بالضبط 3 دقائق لعب في هذه الحصة الإضافية الأولى. نذكر دائما 0-0. مباراة الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس، من سيمر للدور الربع النهائي؟ كرة لحمزة المسعدي، تمشي لعبد الخالق يكن، عبد الخالق لمسة واحدة إلى محمد الحبيب يكن، محمد الحبيب تمشي لحمزة المسعدي، حمزة المسعدي يدي عليها الكرة، ترجع للنادي الإفريقي. صابر خليفة، صابر خليفة يسبق كورته أكثر مما يلزم، يصلح يرجعها عنده الكرة الآن. صابر خليفة، صابر خليفة يضرب الكرة في حمزه المسعدي ويربح لمس اليد، يربح المخالفه. نفذ بسرعه من فخر الدين الجزيري الى احمد خليل، خليل لسليمان كشوك موجود على الجهه اليسرى، سليمان يرجع لاحمد خليل لمسه واحده في وسط الميدان مع اسامه الدراشي، دراشي عند الكره الان، اسامه الدراشي، اسامه الدراشي. تمشي الكره لبلال العيفه، يطلب في الكره مختار بالخيثر، ياخذها على اليمين يرجعها لبلال العيفه، يضغط ماهر بالصغير يرجعها لحارس مرمى فاروق بن مصطفى. نلعب في الدقيقه الخامسه من الحصه الاضافيه الاولى.
دائما صفر مقابل صفر في مباراة كأس بيتم معنا الكلمة الآن. كل حسابات المباراة كلها حسابات المباراة. ترجع الكرة، يسعد بالكرة غازي العياد، كان ممكن يسجل هدف، كان ممكن يكون قاتل في المباراة في الدقيقة الأخيرة في الوقت البديل. الحكم أضاف أربع دقائق كوقت بديل. كانت كرة لصالح النادي الإفريقي والمخالفة لغازي العياد. هذه كرة من ماتيو التمهيد إلى المنوب الحد، هذه طويلة تمشي ضربة مرمى. قلت غازي العياد كان كاد يسجل بمخالفة قوية، الكرة كان في مكانه الحارس تبعها حمدي القصراوي، فسخ هدف كان محقق حمدي القصراوي. عنده الكرة الآن كما تشاهدوا على الصورة، حمدي القصراوي في تنفيذ ضربة المرمى بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. حمدي القصراوي نادي الرياضي البنزرتي يلعب منقوص من ملاعبي، وعمل كبير كان يقوم به في وسط الميدان إلى جانب بلال سعيداني. حمزة شلاسي رقم ستة، أحمد خليل بالراس يرجع لي بلال سعيداني كيما شاهد في اتجاه فاروق بن مصطفى. فاروق بن مصطفى بسرعة يرجع الكرة إلى سليمان كشوك. سليمان كشوك، سليمان ويربح رمية التماس. عبد الخالق يكن من جانب النادي الرياضي البنزرتي. التنفيذ من محمد الحبيب يكن على اليمين. محمد الحبيب يكن في تنفيذ رمية التماس، يطلب في الكرة، عبد الخالق يكن ياخذها، تمشي لبلال السعيداني بذكاء، يضرب الكرة في سليمان كشوك ويربح رمية التماس على اليمين. حمزة المسعدي إلى عبد الخالق يكن، أسبق منه فاروق بن مصفى، أسبق منه فاروق بن مصفى، أسبق من عبد الخالق يكن على الكرة الأخيرة. فاروق بن مصفى يرجع الكرة إلى المنوبي الحداد. منوبي لمسة واحدة لأسامة الدراج، دراجي إلى ماتيو، ماتيو مقطوع الكرة، يصلح المنوبي الحداد، يقطع الكرة يبعد على ماهر بصغير. منوبي الحداد مازالت عنده الكرة مقطوعة من جانب دفاع النادي الرياضي البنزرتي. كيما شاهد الالتقاط من فخر الدين الجزيري في وسط الميدان، موجود مدافع النادي الافريقي، يصعد النادي الافريقي، شاهدوا في وسط الناس، شاهدوا في بلال العيفة وفخر الدين الجزيري موجودين في وسط الميدان. تمشي الكرة لمحمد الحبيب يكن قبل ما ياخذها سليمان كشوك على الجهة اليسرى، معاه محمد الحبيب يكن، في أكثر من مرة كان ربحها معاه ديال محمد الحبيب يكن على سليمان كشوك، ما خلاهش يصعد على الجهة اليسرى. تمشي الكرة وترجع لصابر خليفة، صابر خليفة ترجع كيما جات في اتجاه حمزة المسعدي، يتبع فيها الكرة فخر الدين الجزيري، فخر الدين الجزيري يخليها تخرج، تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الافريقي في توقيت بالضبط 8 دقائق لعب في الحصة الإضافية الأولى. دائما صفر مقابل صفر، الهجمة لصالح النادي الافريقي، متفتن سيف الله حسني ياخذها الكرة، أسامة الدراج، دراجي بتمر شكورته للمنوب الحداد، يستميت سيف الله حسني، ترجع لصالح النادي الافريقي. مختار بالخيث، بالخيث اللي عنده الكرة، لمسة واحدة بين المنوب الحداد، ذي عليه الكرة، المنوب الحداد ذي عليه الكرة، ترجع لعلاء الدين الدريدي في اتجاه حمزة المسعدي. حمزة المسعدي معاه يربح، يربح الديالة معاه غازي العياتي، ترجع الكرة ماتيو روزيغي المنوبي الحداد، المنوبي الحداد ما ياخذش كورته، ياخذها مروان تش، تش يترقص يتلاعب، يمر مروان تش مع المنوبي الحداد ويربح رمية التماس في الكرة الأخيرة علاء الدين الدريدي. في المقابل ملقى على ارضيه الميدان، ان شاء الله يقوم لاباس لاعب النادي الرياضي البنزرتي. مروان تيش امامكم على الصوره، مازال ملقى على ارضيه الميدان، ان شاء الله يقوم لاباس. روح رياضيه من غازي العيادي كذلك، قرب له، طمن على حالته الصحيه. في توقيت بالضبط 9 دقائق لعب، دائما صفر مقابل صفر في الحصه الاضافيه الاولى هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. دائما التعادل اصفار في هذه المباراه، دائما الاصفار والتعادل يخيم على هذه المباراه، مباراه كاس ورهان كبير هو المرور للدور النصف النهائي.
كرة من بلال السعيداني في تنفيذ رمية التماس طويلة مقطوعة من بلال العيفة بالراس تمشي لأسامة الدراجي، ترجع الكرة لوسط الميدان لمختار بالخيثر رجعها لفخر الدين الجزيري، لمسة واحدة يبدل على الجهة اليسرى وين موجود صابر خليف، صابر خليف إلى أحمد خليل، أحمد خليل، أحمد خليل دي عليه الكرة في كالو حمزة المسعدي، لمسة واحدة لعبد الخالق يكن، عبد الخالق يكن، والمخالفة لعبد الخالق يكن. التدخل الأخير كان من أحمد خليل، المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي، تنفذ بسرعة، محمد الحبيب يكن يوزع الكرة أسبق منه فاروق بن مصفى قبل حمزة المسعدي، ترجع الكرة للنادي الرياضي البنزرتي، ماهر بصغير عنده الكرة، ماهر بصغير، ماهر بصغير يسدد الكرة أرضية ترجع من فخر الدين الجزيري مرة أولى، ثم ياخذ الكرة سليمان كشك يصعد على الجهة اليسرى يوزع الكرة في اتجاه ماتيو روسيكي، لكن طويلة كرة سليمان كشك وحوار بين روزيكي وسليمان كشك، طويلة كرة سليمان كشك على زيمبابوي تمشي دون عنوان خارج الميدان، ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط 11 دقيقة في الحصة الإضافية الأولى، مازالوا 4 دقائق في الحصة الإضافية الأولى والنتيجة 0-0. يضرب الكرة حمدي القصراوي، محمد الحبيب يكن يرفع، ترجع الكرة من سليمان كشوك تمشي من جديد، الكرة المطالبة بلمس اليد، الحكم يقول بالزر، أمير العيادي ما يعطيش مخالف، ترجع الكرة لبلال العيف، بلال، بلال العيفة، بلال العيفة تمشي لأحمد خليل إلى سليمان كشوك، سليمان يتقدم بالكرة، كرة لماتيو مقطوعة من صيف الله حسني كما جات، كرة كانت ماشية لماتيو روزيكي الزيمبابوي يخرجها سيف الله حسني، ترجع الكرة، ترجع الكرة لمحمد الحبيب بيكن تمشي لبلال السعيداني، سعيداني عند الكرة الحبيب بيكن من جديد إلى حمزة المسعدي، حمزة المسعدي وترجع الكرة من مختار بالخيثر، مختار بالخيثر يرفع الكرة في اتجاه ماتيو روزيكي، ماتيو داخل منطقة الجزاء والحكم يقول ثم مخالفة لصالح محمد الحبيب بيكن، المخالفة لصالح محمد الحبيب يكن الظهير الأيمن للنادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط 12 دقيقة في الحصة الإضافية الأولى، دائما 0-0 بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي، يحط الكرة في مكانها حمدي القصراوي في تنفيذ المخالفة، حمدي القصراوي منع النادي الرياضي البنزرتي من هدف كان ممكن يكون في الشباك، المخالفة كانت خطيرة في 90+3 من غازي العيادي، هذا حمدي القصراوي ينفذ المخالفة في وسط الميدان، أحمد خليل يضرب الراس، كورة من محمد الحبيب يكن ياخذ كورت، تمشي الكرة لبلال السعيدان، بلال السعيدان إلى عبد الخالق يكن ما يمرش، فخر الدين الجزيري متفتن، ترجع الكرة كما جات ازدواجية من علاء الدين الدريدي يضرب الراس، بلال العيفة ترجع لمحمد الحبيب يكن مع أحمد خليل ويربح المخالفة، محمد الحبيب يكن قلت نشيط من أبرز الملاعبية الموجودين في تشكيلة ماهر كنزاري. من ابرز الملاعبيه الموجودين القاعدين في تشكيله ماهر الكنزيري في تشكيله النادي الرياضي البنزرتي الموجود على الجهه اليمنى اسمه محمد الحبيب يكن موهوب صغير السن عمل المباراه لحد الان ممتازه محمد الحبيب يكن ترجع الكره من جديد من غازي العيادي في اتجاه صابر خليفه مقطوع الكره من مهدي رصاص في اتجاه حمزه المسعدي حمزه يضغط مهدي ماهر بصغير وترجع الكرة من الدفاع من سيف الله حسن غازي العيادي بالراس كما جات إلى بلال العيف، بلال العيف دقيقة 14 في الحصة الإضافية الأولى في هذه المباراة، مباراة الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس دائما 0-0، يقطع الكرة ويقطع الهجمة ماهر بصغير، ماهر بصغير يمر يبعد على المنوب الحداد، ماهر بصغير، ماهر بصغير وماذا يقول الحكم المخالفة لماهر بصغير. المخالفة لصالح ماهر بصغير. نشيط ماهر بصغير يعطيه المخالفة ماهر أمير العيادي
حكم المباراة كما تشاهدوا كان احتج مدرب النادي الافريقي شهاب الليلي على صفيرة الحكم امير العيادي المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي. مروان تاج في التنفيذ المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي الدقيقة الأخيرة في الحصة الإضافية الأولى. مروان تاج يرفع الكرة إلى ماهر بن صغير، مقطوع الكرة من منوب الحداد، مقطوع الكرة من غازي العياتي، تمشي للتماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي، تماس طويل من مروان تاج، ياخذ الكرة مروان تاج في تنفيذ رمية التماس. أمامكم على الصورة مروان تاج، تماس طويل من مروان، حذر في روحه مروان، مروان ينفذ رمية التماس إلى عبد الخالق يكن مع زوز ملاعبية من جانب النادي الإفريقي، وكيما جات يخرج استميت مختار بالخيثر ويخرج الكرة للتماس من جديد لصالح النادي الرياضي البنزرتي على نفس الجهة، الجهة اليسرى وين موجود مروان تاج في تنفيذ رمية التماس. مروان تاج في تنفيذ رمية التماس طويلة، رمية التماس الكرة في دين الحارس فاروق بن مصفى دون خطورة. انتهى الوقت القانوني للحصة الإضافية الأولى. الكرة لصالح النادي الإفريقي دائما صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. يحط الكرة بلال العيفة في تنفيذ المخالف، بلال العيفة في اللحظة هذه، وفي اللحظة هذه أمير العيادي يصفر نهاية الفترة الإضافية أو الحصة الإضافية الأولى بالتعادل السلبي دون أهداف، صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. إلى حد الآن لم نشاهد شيء للأمانة في هذه المباراة، ما عدا بعض الفرص، ما عدا بعض الفرص القليلة شاهدنا في الشوط الأول كان أقل من المتوسط. ارتفع نسق للمباراة في الشوط الثاني، شاهدنا الفرص في الشوط الثاني، شاهدنا من جانب النادي الرياضي البنزرتي فرصة كانت لماهر بن صغير والتمهيد في الدقيقة 20 من مروان تاج داخل منطقة الجزاء، كان ممكن يباغت فاروق بن مصفى لولا تدخل المدافع بلال العيفة. كذلك شاهدنا تسديدة كانت ممكن تباغت حمدي القصراوي من ابراهيم الشناحي في الشوط الثاني، قوية جدا الكرة كانت من ابراهيم الشناحي. كذلك شاهدنا المخالفة من لغازي العيادي في الدقيقة 90+3، غازي العيادي كان ممكن يباغت حمدي القصراوي في 90+3، كانت قوية من غازي العيادي لولا براعة الحارس حمدي القصراوي، فسخ هدف كان محقق في الحصة الإضافية الأولى. لم نشاهد شيء لا من جانب النادي الرياضي البنزرتي ولا من جانب كذلك النادي الإفريقي. نذكر أنه النادي الإفريقي النادي البنزرتي منقوص من لاعب حمزة جلاسي، خذا ورقة حمراء مع نهاية المباراة مع تدخل كان عنيف على احمد خليل، ذاك علاش وجه له الورقه الحمراء حكم امير العيادي حكم المباراه. حكم امير العيادي ننتظر شرط انطلاق الحصه الاضافيه الثانيه. امامكم على الصوره امير العيادي، امير العيادي ينتظر، امير العيادي أسامة الدراجي أمامكم على الصورة كذلك، وتنطلق الحصة الإضافية الثانية هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. دائما صفر مقابل صفر بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. كورة لأحمد خليل، أحمد خليل مقطوع الكورة من بلال السعيداني، سعيداني لمسة واحدة إلى سيف الله حسني كما جات بلال العيف، بلال العيف كرات غير مركزة من الجانبين، كرات في هذه المباراة غير مركزة من الجانبين، كرات طويلة لم نشاهد كرة سلسة، يعني لم نشاهد لمسات قصيرة بين الملاعبية. للأمانة المباراة هذه بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي لم ترتقي للمستوى المطلوب فنيا. أقول هذه كرة ورمي التماس من مروان تاج تغطى عليها الحسابات، المباراة هذه تغطى عليها الحسابات، من سيمر للدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس؟
النادي الرياضي البنزرتي اللي خرج من دائرة البلاي اوف ومن دائرة التأهل للبلاي اوف بعد انتهاء المرحلة الأولى، وتأهل كل تأهل كل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي واتحاد بنقردان والنادي الرياضي الصفاقسي وكذلك نجم المتلوي والنجم الرياضي الساحلي. المجموعة هذه هي اللي مش تلعب البلاي اوف. النادي الرياضي البنزرتي كان قريب هذا الموسم باش يلعب البلاي اوف. النادي الرياضي البنزرتي بقاله في الموسم هذا الا مسابقة الكأس. في المقابل النادي الافريقي موجود في البلاي اوف هذا الموسم، حاليا قاعد ينافس من اجل البقاء في مسابقة كأس تونس. ترجع الكرة من مختار بالخيثر، مختار في اتجاه ماتيو، هذا المنوبي الحداد، المنوبي الحداد يمهد لماتيو روزكي وممتاز حمدي القصراوي. ممتاز حمدي القصراوي بطل المباراة دور منازع بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. 1-0 التأهل للدور النصف النهائي. روتسيكي كان ممتاز في اللقطة الأخيرة، سدد حبيب باغت حمدي القصراوي، وحمدي القصراوي بخبرة السنوات الطويلة بشيل الكرة. هذه رمي التماس لصالح النادي الإفريقي. مختار بالخيثر في تنفيذ رمية التماس الى غازي العيادي، كما جات غازي يرفع الكره في اتجاه المنوب الحداد، مقطوعه ثم ترجع الكره، ترجع مقطوعه من جديد من جانب النادي الرياضي البنزرتي، ويدخل فاروق، يدخل فخر الدين الجزيري، كما جات تمشي الكره لعلاء، تمشي الكره في اتجاه عبد الخالق يكنه يرفع الراي. والحكم ماذا يقول امير العيادي؟ ما ثماش راي، لكن الحكم يقول تنفيذ رميه التماس من مكانها. امير العيادي يقول تنفيذ رميه التماس من مكانها كما تشاهدوا على الصوره. 4 دقائق في الحصه الاضافيه الثانيه، دائما 0-0. يصبح الان رميه التماس لصالح النادي الافريقي، تنفيذ صابر خليفه، صابر خليفه رجع لي احمد خليل، احمد خليل كما جات في اتجاه المنوب الحداد على اليمين، المنوب الحداد مع ماهر بصغير، منوب الحداد، منوب الحداد وماهر بصغير، ويربح الكره مروان تاج، يربح الكره مروان تاج قبل ما تخرج، يستميت على الكره مروان تاج ويخرج بالكره مروان تاج، كره نظيفه يخرج بها مروان تاج، ترجع الهجمه لصالح النادي الرياضي البنزرتي. تمشي الكرة لعلاء الدريدي، علاء الدين الدريدي، وماذا يقول الحكم؟ الرمي التماس خمسة دقائق لعب في الحصة الإضافية الثانية، دائما 0-0، دائما 0-0 بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. تشنج الأعصاب كما تشاهدوا بين ملاعبية النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. نتمناو الروح الرياضية تكون موجودة. شاهدوا في حمزة المسعدي، كذلك حوار بين حمزة المسعدي وبلال العيفة. حكم أمير العيادي رايد في الأمور، نعرفوا ما عندها وين توصل. تشنجات هذه إلا الورق الحمراء، وشاهدنا ورقة حمراء في المباراة متوسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي حمزه جلاسي. 6 دقائق لعب في الحصه الاضافيه الثانيه، دائما 0-0. كيف سيكون سيناريو المباراه؟ كيف سيكون سيناريو المباراه ومن سيمر للدور القادم؟ الدور النصف النهائي، النادي الرياضي البنزرتي او النادي الافريقي. كره ترجع من بلال السعيداني في وسط الميدان، بلال السعيداني لمسه واحده الى مروان تاج في العمق الى حمزه المسعدي، طويله لحمزه المسعدي يخليها بلال العيفه، تخرج خارج الميدان، تمشي ضربه مرمى لصالح النادي الافريقي. بسرعه يرجعها فاروق بن مصطفى الى فخر الدين الجزيري، فخر الدين الجزيري يحط الكره على ساقه اليسار، يوزع الكره في العمق، فخر الدين الجزيري تمشي الى روتسكي، روتسكي ماتيو روتسكي، روتسكي عند الكره الان ويدخل
سيف الله حسني. يتدخل سيف الله حسني يخرج الكرة للتماس. تمشي الكرة سليمان كشوك، لمسة واحدة من أحمد خليل إلى مختار بالخيثر، مختار بالخيثر أرضية إلى أسامة الدراج، أسامة الدراج ما يمرش من محمد الحبيب يكن، محمد الحبيب يكن يربح الكرة والحكم يعطي مخالفة لأحمد الحبيب لأحمد خليل. الحكم أمير العيادي يعطي المخالفة لأحمد خليل في اللقطة الأخيرة. احتجاج من ملاعبية النادي الرياضي البنزرتي على الحكم أمير العيادي، المخالفة لصالح النادي الإفريقي. سليمان كشوك في تنفيذ المخالفة في توقيت 7 دقائق لعب في الحصة الإضافية الثانية، دائما 0-0. هذه كرة من فخر الدين الجزيري، يوسع الكرة مقطوعة من مروان تاج، مروان تاج كيما جات يخرج الكرة خارج الميدان، رمي التماس ملقى على أرضية الميدان. الآن مروان تاج إن شاء الله يقوم لاباس، الظهير الأيسر للنادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط 8 دقائق لعب في الحصة الإضافية الثانية، دائما 0-0 بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. هل ستكون الركلات الترشيحية حاسمة في هذه المباراة؟ اللي ما عرفت من سيكون موجود في الدور النصف النهائي. إلى حد الآن 8 دقائق لعب في الحصة الإضافية الثانية، دائما 0-0 بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. نذكر أن النادي البنزرتي منقوص من لاعب، حمزة جلاسي متوسط الميدان يخرج. كما تشاهدوا حمدي القصراوي حارس مرمى النادي الرياضي البنزرتي اليوم منع النادي الرياضي البنزرتي للامانه في 2 فرص. فرصه اولى كانت من غازي العيادي، المخالفه في 90+3 كانت في الزاويه 90، صدى لها حمدي القصراوي. والكره الاخيره من ماتيو روتسكي الزيمبابوي، من غير ما ننساو التسديده في الشوط الاول كانت لابراهيم الشناحي. كرة عند حمدي القصراوي في توقيت بالضبط 9 دقائق لعب في الحصة الإضافية الثانية، دائما 0-0 بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. كرة عند حمدي القصراوي، قصراوي رجع الكرة تجتاز خط وسط الميدان إلى حمزة المسعدي، حمزة المسعدي عبد الخالق يكن يرجع الكرة، المتابعة من فخر الدين الجزيري يضرب الكرة في حمزة المسعدي ويربح رمية التماس. سليمان كشوك في تنفيذ رمية التماس على الجهة اليسرى، سليمان كشوك إلى أسامة الدراج يربح رمية التماس، أسامة الدراج في نفس الجهة، الجهة اليسرى، سليمان كشوك في تنفيذ رمية التماس، والحكم يقول التنفيذ وزوز كرات دخلوا للميدان، إعادة تنفيذ رمية التماس، سليمان كشوك في تنفيذ رمية التماس مع صابر خليف، لمسة واحدة مع أسامة الدراج تدي عليه الكور، تمشي لمحمد الحبيب يكن، الحبيب يكن مع بلال سعيداني تدي عليه الكورة، تمشي لسليمان كشوك، سليمان التمريرة خاطئة من سليمان كشوك ترجع لبلال سعيداني، بلال يرفع الكورة في اتجاه حمزة المسعدي مقطوعة من فخر الدين الجزيري كما جات. 10 دقائق لعب في هذه الحصة الإضافية الثانية، دائما 0-0، مازالوا 5 دقائق، مازالوا 5 دقائق ستكون حاسمة بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي أو سواء بالنسبة للنادي الإفريقي. رمية التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي على الجهة اليمنى، محمد الحبيب يكن في تنفيذ رمية التماس ينفذ، كرة مقطوعة بالراس من سليمان كشوك، ترجع دوزيام بال من علاء الدين الدريدي بالراس، بالراس كذلك. وماذا يقول الحكم؟ المخالفة، المخالفة لعبد الخالق يكن، المخالفة لعبد الخالق يكن من جانب النادي الرياضي البنزرتي. المخالفة لصالح النادي الرياضي البنزرتي.
يمشي للكره مروان تاج كما تشاهدوا في توقيت 11 دقيقه لعب في الحاسه الاضافيه الثانيه. دائما صفر مقابل صفر. هل ستكون الركلات الترجيحيه فاصله في هذه المباراه؟ مروان تاج في تنفيذ المخالفه لصالح النادي الرياضي البنزرت. مروان تاج وماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالف. ترجع الكره من دفاع النادي الافريق تمشي لمختار بالخيث. مختار بالخيث للمنوب الحداد. منوب الحداد يمر المنوب الحداد، العرضيه من منوب الحداد غازي العيادي الى ماتيوروتسكي. اسبق منه الحارس حمدي القصراوي كان اسبق من المهاجم الزيمبابوي ماتيوروتسكي. بعد تمرير كان ممتاز من غازي العيادي في توقيت بالضبط 11 قلعب في هذه الحصه الاضافيه الاولى. ترجع الكرة بمخالفة لصالح النادي الافريقي، ما يحصلش الترويض. سليمان كشك تمشي الكرة، رمي التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي. محمد الحبيب يكن في تنفيذ رمي التماس على الظهير الايمن للنادي البنزرتي. محمد الحبيب يكن قدامه صابر خليفة، لمسة واحدة بالراس. احمد خليل يخرج الكرة للتماس من جديد لصالح محمد الحبيب يكن لصالح النادي الرياضي البنزرتي. ترجع الكرة من علاء الدين الدريدي ضعيفة، ترجع من دفاع النادي الافريقي تمشي لاروتسكي، مقطوعة من سيف الله حسني. صلح احمد خليل في وسط الميدان تمشي لمختار بالخيثر، يضغط ماهر بصغير تمشي الكرة لمنوب الحداد. منوب الحداد ارضية الكرة، مقطوعة الكرة كما جات من سيف الله حسني قبل ما توصل أسامة الدراج. يضغط حمزة المسعدي وبذكاء يربح بلال العيفة رمية التماس. ضرب الكرة في حمزة المسعدي، ينفذ الكرة رمية التماس من مختار بالخيثر، ترجع لفخر الدين الجزيري إلى سليمان كشوك موجود على اليسار. 14 قلاب في الحصة الإضافية الثانية، دائما صفر مقابل صفر. نذكر التوقيت الأصلي للمباراة انتهى صفر مقابل صفر. الالتجاء للحصص الإضافية في مباراة كأس، حصة إضافية أولى، حصة إضافية ثانية، إلى حد الآن كما تشاهدوا على الصورة صفر مقابل صفر. إذا وفات المباراة بالنتيجة هذه سنمر للركلات الحظ الترجيحية، نقول أنا من أجل المرور للدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس. ضربة المرمى للنادي الرياضي البنزرتي في توقيت بالضبط كما تشاهدوا 14 قلعب في الحصة الإضافية الثانية، ما زلت دقيقة على نهاية المباراة. ينفذ الكرة حمدي القصراوي، قصراوي ترجع الكرة من وسط الميدان غازي العيادي. العيادي لصابر خليفة، مقطوعة من محمد الحبيب يكن، ترجع الكرة كما جات من فخر الدين الجزير. فخر الدين الجزير وسيف الله حسني من جديد إلى حمزة المسعدي. مسعدي عند الكرة، المسعدي حمزة ياخذ الكرة. ماهر بصغير عند الكرة الآن، يتدخل معاه سليمان كشوك، محافظ على كرته. ماهر بصغير كما جات يمر الكرة، مقطوعة الكرة من مختار بالخيثر. التوزيع في العمق والموجود صابر خليفة مع مهدي رسايل. يتبع في الكرة صابر خليفة ويربح بذكاء مهدي رصاصي رمية التماس. رمية التماس لصالح النادي الرياضي البنزرتي. دقيقة وحيدة في الوقت البديل في الحصة الإضافية الثانية. النتيجة صفر مقابل صفر. بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي. رمي التماس سليمان كشوك في تنفيذ رمي التماس. سليمان كشوك ينفذ رمي التماس الى روتسكي، الى اسامه الدراج. دراج مع احمد خليل. خليل وخرج الكره بلال السعيداني. رمي التماس من جديد لصالح النادي الافريقي على الجهه اليسرى. سليمان كشوك في تنفيذ رمي التماس. اللحظات صعبه للزوز فرق. هذه كوره وترجع من جديد، يتبع في الكرة غازي العيادي. عيادي يربح رمية التماس غازي العيادي بالنسبة للنادي الافريقي على نفس الجهة، الجهة اليسرى. سليمان كشوك ينفذ رمية التماس ويدخل بالراس. محمد الحبيب يكنه في اللحظة هذه
نهايه الحصه الاضافيه الثانيه 0-0. التعادل بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي. سنمر اكيد بعد قليل للركلات الترجيحيه لمعرفه من سيمر للدور النصف النهائي لمسابقه كاس تونس، النادي الرياضي البنزرتي او النادي الافريقي بعد الركلات الترجيحيه. نعود بعد قليل.
مرحبا بكم وين ما كنتم الناس كل في مشاهدة مباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي، مباراة كأس بيتم على الكلمة. الوقت القانوني والإضافي 0-0، اللجوء للركلات الجزاء الترجيحية. الركلات الترجيحية ستكون فاصلة لمعرفة من سيكون صاحب هذا الحظ هذا اليوم للمرور إلى الدور النصف النهائي. 0-0 في الوقت القانوني والإضافي بين النادي الرياضي البنزرتي وكذلك النادي الإفريقي اليوم في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. الكرة الأولى للنادي الرياضي البنزرتي كما تشاهدوا على الصورة، يتقدم حمزة المسعدي، عناق بين فاروق بن مصفى وحمدي القصراوي. الكرة عند أمير العيادي حكم المباراة. الكرة الأولى لصالح النادي الرياضي البنزرتي. حمزة المسعدي في التنفيذ أولى الركلات الجزاء الترجيحية للنادي الرياضي البنزرتي. أمامه فاروق بن مصفى، حمزة المسعدي في مكانه، الكرة في مكانه وفاروق بن مصفى أيضا في مكانه. كل جماهير الموجودة لهنا واقفة تتابع ركلات الجزاء. من سيكون صاحب الحظ هذا اليوم للمرور إلى الدور القادم، الدور النصف النهائي لمسابقة كأس تونس. أولى ركلات الحظ للنادي الرياضي البنزرتي. على الكرة حمزة المسعدي، أمامكم على الصورة مباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الافريقي. ما شاهدناش مستوى كبير للمباراة للأمانة، 0-0 في الوقت القانوني والإضافي. اللجوء الآن للركلات الترشيحية لمعرفة من سيكون موجود في الدور النصف النهائي. حمزة المسعدي ينتظر إشارة الحكم أمير العيادي، وأمير العيادي قاعد ينتظر كذلك. لو الزملاء يعطونا الصور للحكم، حكم كان نبه لخروج بعض العناصر الموجودة قريبة من حافة الميدان. يعني ما يلعب الركلات الترجيحية إلا ما يخرجوا. في اللحظة هذه يمشي حمزة المسعدي، قريب منه أمير العيادي حكم المباراة. أولى الركلات الترجيحية للنادي الرياضي البنزرتي. حمزة المسعدي في التنفيذ، حمزة المسعدي في التنفيذ، حمزة المسعدي اللي خذا مكان جاسم الحمدوني. حمزة المسعدي يتقدم، حمزة المسعدي ويتصدى فاروق بن مصفى، يتصدى فاروق بن مصفى، يتصدى فاروق، يتصدى فاروق حارس مرمى النادي الافريقي. ضايعة من حمزة المسعدي، ضايعة ركلة الجزاء الأولى من حمزة المسعدي. يتصدى فاروق، يتصدى فاروق بن مصفى. ركلة الجزاء الآن بالنسبة للنادي الإفريقي. غازي العيادي أمام الحارس حمدي القصراوي، أمامكم على الصورة. غازي العيادي في تنفيذ، غازي العيادي في تنفيذ أولى ركلات الترجيح بالنسبة للنادي الإفريقي. غازي العيادي يتصدى حمدي القصراوي، يتصدى حمدي القصراوي، يتصدى حمدي القصراوي. مباراة حراس المرمى، مباراة حراس المرمى الآن. التشويق ما زال في هذه المباراة. القصراوي أمامكم بالعرض البطيء على الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم. هذه كرة والثانية لصالح النادي الرياضي البنزرتي. التنفيذ من ماهر بصغير،
ماهر بصغير، ماهر بصغير، عالية الكرة، عالية كورته، ضايعة ضايعة ضايعة، ركلة الجزاء الثانية بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. عالية كورته والضايعة. حسرة كبيرة. بلال العيفة يتقدم لتنفيذ ثاني ركلات الترشيحية للنادي الافريقي. ضيع حمزة المسعدي للنادي الرياضي البنزرتي، وضيع ماهر بن صغير، كورته كانت عالية. بلال العيفة في تنفيذ ثاني الركلات الترشيحية بالنسبة للنادي الافريقي. مرة أولى حمزة المسعدي كان سدد وتصدى، فاروق بن مصفى ثم غازي العيادي وتصدى. حمدي القسراوي، ماهر بالصغير من جانب النادي الرياضي البنزرتي، كورته عالية. والآن بلال العيفة، والآن أمامكم على الصورة بلال العيفة، بلال العيفة أمام حمدي القسراوي، بلال العيفة، بلال العيفة، بلال في الشباك، ناجحة من بلال العيفة. بلال العيفة ناجحة. محمد الحبيب يكن أمامكم على الصورة، يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء الترجيحية الثالثة للنادي الرياضي البنزرتي. محمد الحبيب يكن عمل مباراة كبيرة اليوم ضد النادي الإفريقي. محمد الحبيب يكن أمام فاروق بن مصفى، محمد الحبيب يكن، محمد الحبيب يكن، ونجحة من محمد الحبيب يكن، نجحة من محمد الحبيب يكن. قلت عملت مباراة ممتازة محمد الحبيب يكن، كذلك سجل. مكان والكرة في مكان. الثالثة بالنسبة للنادي الافريقي، يتقدم الزيمبابوي ماتيو رودسكي. روزيكي يحط الكرة في مكانها، يثبت عليه الحكم أمير العيادي. ماتيو روزكي، روزكي في التنفيذ، روزكي في الشباك، ناجحة ناجحة من الزيمبابوي، ناجحة ركلة الجزاء اثنين واحد إلى حد الآن للنادي الإفريقي. هذا سيف الله حسني قائد النادي الرياضي البنزرتي في تنفيذ الرابع ركلات الجزاء بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. سيف الله حسني كذلك مردود كان اليوم ممتاز في الدفاع لسيف الله حسني. سيف الله حسني يتقدم، فسيف الله، سيف الله يتصدى فاروق، يتصدى فاروق بن مصفى، يتصدى فاروق بن مصفى لكرة سيف الله حسني. فاروق بن مصطفى تصدى لزوز كرات، الان زوز ضربات جزاء شدهم فاروق، واحده لحمزه المسعدي وواحده لسيف الله حسني. في المقابل ماهر بصغير ضيع، ومحمد الحبيب يكن كان ناجح في ركله الجزاء نتاعو. محمد الحبيب يكن، هذه رابع ركلات الجزاء بالنسبه للنادي الافريقي الجزائري مغترب الخيثر. مختار بالخيثر في التنفيذ، هل يكون حاسم مختار بالخيثر ام سيتصدى
حمدي القصراوي. مختار بالخيثر، مختار بالخيثر في التنفيذ، مختار بالخيثر امامه فاروق، مختار بالخيثر يسدد على العارضة، على العارضة الكورة، على العارضة كورة مختار بالخيثر، على العارضة كورة مختار بالخيثر الجزائري. ملا تشويق إلى حد الآن حتى في الركلات الجزائية الآن، مباراة مشوقة إلى أبعد الحدود. ضيع مختار بالخيثر. هاي الإعادة كيفاش ضيع مختار بالخيثر. بلال السعيداني يحط الكرة في مكانها. بلال السعيداني في تنفيذ ركلة الجزاء. بلال السعيداني، بلال السعيداني سدد على العارضة، على العارضة يضيع بلال السعيداني، ضيع بلال السعيداني. ومبروك للنادي الافريقي، اتأهل للدور النصف النهائي، حظ اوفر للنادي الرياضي البنزرتي. ضيع بلال السعيداني كرة كانت على العارضة كما تشاهدوا على الصورة. فرحة كبيرة من جانب بعض الأحباء اللي تنقلوا لهنا للمدرجات، ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، بعض من جماهير النادي الأفريقي كما كانوا على الصورة فرحانين بالتأهل بالنسبة للنادي الأفريقي للدور النصف النهائي بالركلة. ركلة الجزاء الأخيرة 2-1 للنادي الأفريقي. روح رياضية نشاهدوا بين الموجودين لهنا، يعرفوا أكيد فاروق بن مصطفى، وفرحة كذلك نشاهدوا أيضا من الهيئة المديرة بالنسبة للنادي الأفريقي وعناق بين الملاعبين الكل. شاهدوا فرحة كبيرة. مباراة مشيت للتسعين، مشيت حتى للمئة وعشرين، شاهدنا فيها حصص إضافية، حصة أولى حصة ثانية ثم ركلات الحظ، ركلات الترجيح كانت لصالح النادي الإفريقي 2-1. مبروك للنادي الإفريقي، فرحة كبيرة للمرور للدور نصف النهائي، حظ أوفر للنادي الرياضي البنزرتي. إلى اللقاء.